صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة 13 فبراير، وده يوم مهم جدا بالنسبة للناس اللي بتحب الراديو. النهاردة هو اليوم العالمي للإذاعة، واللي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012 عشان نحتفي بهذه الوسيلة الإعلامية العبقرية اللي بتقدر إن هي توصل رسالتها من خلال الصوت فقط إلى قلوب وعقول جمهورها الكبير. أعتقد أن الراديو عندنا غير أي راديو، الإذاعة المصرية واحدة من أهم الإذاعات على مدار التاريخ. كلنا عندنا حالة كده من الذكريات، وكلنا عندنا حالة من النوستالجيا بنحس بيها لما نبتدي اليوم بصوت أم كلثوم في الإذاعة وهي بتقول يا صباح الخير يا اللي معانا. مشوار من غير صوت الراديو في العربية بيكون ممل جدا. الراديو في حياتنا أعتقد له أهمية كبيرة سواء زمان أو دلوقتي. إحنا من زمان قوي وإحنا متربيين على الراديو، وبعدين حصل كده طفرة في الإيقاع وفي السرعة، ولقينا إذاعات جديدة زمان يعني كنا بنقول عليها إذاعات جديدة عملت شكل مختلف تماما للراديو. صحيح، وأنت بتتكلمي كمان إنه العربية لازم، وإحنا ماشيين طبعا لو الطريق طالع علينا شوية الراديو هو وسيلة التسلية الوحيدة اللي موجودة، مش بس في العربية بتاعتك، يعني الميكروباص برضو بيبقى مشغل الراديو، الأوتوبيس بيبقى مشغل الراديو، فهو وسيلة تسلية وفي نفس الوقت فيه معلومات مهمة جدا. زمان كان في أجيال من العباقرة والملهمين والرواد، وارتبطنا ببرامج كتيرة جدا، برامج شهيرة زي عالناصية وبرنامج كلمتين وبس الفنان فؤاد المهندس، وبرنامج كمان إلى ربات البيوت. وكمان في دلوقتي الراديو اتطور بشكل كبير وبقى فيه برامج في منتهى الأهمية، اتطور بتطور الجمهور وبقى يلبي احتياجات الجمهور، وعشان كده بقى ليه جمهور كبير جدا بيتابع الراديو، بيتابع المحطات الإذاعية بشكل مستمر. دايما نقول ان اللي ما اشتغلش فينا راديو ما اشتغلش، واللي ما اتدربش اصلا في الراديو يبقى ما اتدربش. اعتقد ان بدايتنا كلنا، انا ما اشتغلتش راديو على فكره، لكن اتدربت على ايد يعني اساطير الراديو، يعني اتدربت على ايد الاستاذ جوهر، الاستاذ صديق حياتي، يعني كان بناخد استاذ محمود سلطان طبعا. يعني انت بتتكلم في الناس انت كنت بتشوف وقت بقى لما كنت تدرب معاهم، انت كنت بتقفل عينك كده تسمع صوته بس اللي انت متربي عليه وهو بيتكلم عادي، هو او هي ايا كان، استاذ صديق حياتي رحمه الله عليها او استاذ محمود سلطان، كنت ببقى سامعه صوته وشايفه الطريق وانا ماشيه بالعربيه، شايفه نفسي بيونيفورم المدرسه وانا رايحه الصبح وانا بسمع برامجهم، وهم بيتكلموا، مجرد بيتكلموا معانا عادي عشان يدربونا ويعلمونا ازاي نقطع خبر، ازاي نتكلم، امتى نقف، امتى ناخد نفسنا، مخارج الالفاظ، الحاجات دي كانت مجرد ما بيتكلموا انت سامع صوتهم، متخيل الموقف. صحيح، انت فكرتيني كمان دلوقتي وانت بتتكلمي تقولي ازاي علمونا، لان انا برضو بدايتي كان تدريب في الاذاعه المصريه في 2006. بعد ما اتخرجت على طول من اداب اعلام دخلت تدريب، كان في هنا في مبنى الاذاعه والتلفزيون كان في تدريب، دخلت تدريب في 2006 واستقبلتني الحاجة عائشه ابو السعد رحمه الله عليها، وبعدين واحنا قاعدين كده بتقولي عايز ايه، احنا بس يعني بتكلم ردا على كلام منه، وهي بتقول انه ازاي بيتم تجهيز المذيع في الراديو، لانه بيستخدم اداه واحده بس وهي صوته. مذيع التلفزيون عنده ادوات كتيره جدا، عنده شكله وعنده لبسه وعنده لغه الجسد وعنده طرق اقناع وعنده تعبيرات وشه، عنده طرق يقدر يقنع بيها المشاهد او يوصل رسالته
للمشاهد، لكن مذيع الراديو ما عندوش غير صوته فقط، فازاي يقدر من خلال صوته ان يوصل الرساله الصحيحه، انه يؤدي المهمه الاساسيه اللي هو مكلف بيها ويوصل المعنى للمستمع. فطبعا قالت لي انت عايز تبقى مذيع ايه؟ قلت لها مذيع اخبار. لسه بقى متخرج بقى ومش واخد بالي من مخارج الحروف قوي، قالت لي اخبار بالغين بقى، عارفه اللي هو مش اخبار يعني. فسكت شويه قلت لها لا اخبار، قالت لي طيب تعالى. نزلتني 3 شهور تدريب في اذاعه صوت العرب مع الدكتوره لميا محمود، والبرامج الثقافيه في صوت العرب مع الدكتور جمال حماد، اساتذه كبار في الاذاعه وليهم اسمهم طبعا وليهم كل التقدير والاحترام طبعا. البرامج الثقافيه بقى، لما نزلت البرامج الثقافيه كانوا يدوني كتب كل يوم، كل يوم اخد 10 كتب، وانا كنت باجي من سفر بالمناسبه يعني، كنت اخد 10 كتب اروح البيت اذاكر ال10 كتب، تاني يوم يقعدوني مع حد عشان يسالني في ملخص ال10 كتب دول عشان برضو يكون عندي قدر عالي من الثقافه. الراديو اساطير ارهاب في كل حاجه طبعا يعني. بعد كده ادخل اذاعه الاخبار مع الاستاذه نهله حامد، ازاي تقرا خبر، ازاي تقطع اخبار، ازاي خلاص بقى لازم ندوس على حرف الخاء، ازاي تقسم الخبر، ازاي تقف وقفات سليمه بحيث ان المعنى يوصل للمشاهد وما يكونش المعنى ناقص. وفي الاخر دخلت طبعا اختبار كان فيه اساتذه كبار جدا هم اللي بيختبروني، الاستاذ صالح مهران رحمه الله عليه، الاستاذ محمود سلطان، الاستاذ عائشه ابو السعد، واساتذه كبار جدا في معلومات عامه وفي ترجمه وفي تحرير وفي قراءه خبر. فاللي عايز اقوله ان مذيع الراديو ده بيكون لازم يكون عنده قدر عالي من التخيل والابداع، ازاي يقدر يتخيل النص، يفهمه كويس جدا، يهضمه عشان يقدر يوصله من خلال صوته بس. يا اكيد انا عايزه اقول لك ان احنا مثلا زمان لما كنا نيجي نتدرب واحنا بنعمل كنا بنتعلم حتى نقعد على مسافه ايه من المايك، ما ينفعش مثلا نبقى احنا قاعدين بنعمل حاجه ونبقى ساندين كده، كان يقول لك لا افرد ظهرك عشان الصوت يطلع بالقرار، يعني تفاصيل صغيره جدا، حتى طريقه القعده، حتى طريقه الكلام، اخد النفس امتى، كل التفاصيل الصغيره دي ما كنتش تتعلمها صح غير وانت بتتعلمها فعلا في الراديو. انبهارك احكي لي عن اول مره دخلت استوديو راديو، استوديو صوت. انا اول مره دخلت متسمر كده وانا شايف الميكروفون قدامي، شايف طبعا انت عارفه العزل بتاع الاستوديو عامل ازاي طبعا. فانا داخل في حته كده انا مش عارف انا فين، ومفيش غير الحديده بس زي ما بنقول، فانا مطلوب مني من خلال الحديده دي، حتى طلبوا مني هما بيدربوني ازاي اعمل انترفيو، فجهزت الموضوع، كتبت مقدمه وجهزت اسئله، بس وانا قاعد قدام حته الحديده دي بس مطلوب مني ان انا اعبر عشان اوصل للمشاهد الموضوع، الموضوع كان صعب جدا وكنت برتعش من الخوف مبدئيا، وكنا قاعدين قاعده وديه يعني في الصوت دايما. طبعا وكنا قاعدين قاعده وديه بالمناسبه يعني، ما كانش اختبار ساعتها لا، وقت التدريب، بس كنت خايف جدا، فالموضوع ليه رهبه طبعا. وانا داخله انا متخيله اني الاقي استوديو رهيب ومساحه كبيره، دخلت لقيت حاجه صغيره جدا. قلت ازاي، جالي احباط في الاول، قلت ازاي اللي احنا بنسمعه ده، انا متخيله بقى هدخل الاقي اللي ما يتلاقاش، الاقي استاد زي استوديو 10 مثلا اللي احنا فيه مثلا. لقيت اوضه صغيره جدا وفيها كرسيين، وهو المفروض يبقى كرسي واحد بس الكرسي ده كانوا حاطينه يعني عشان احنا نقعد ما نبقاش قاعدين جنب المذيع واقفين يعني، فنخيله يعني لا اكتر ولا اقل. بعدين لقيت بقى ازاي طبقات الصوت عماله تطلع وتنزل، والابتسامه، وبيتكلم امتى لما يكون الكلام خفيف وامتى لما الكلام جد، التعابير الوش نفسها كانت بتطلع في نبره الصوت بشكل او باخر. لقيت نفسي وانا قاعده بسمع قمت قافله عيني علشان اسمع كاني برضو متعوده بالطريقه اللي بسمع بيها، اللي انا شايفاه غير اللي انا سامعاه خالص. الاذاعه بتخليك تسمع اللي انت عايز تسمعه صحيح. بالشكل اللي انت عايز، بالطريقه اللي انت بتتلقاها بيها صحيح. وعشان كده طبعا واحنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للاذاعه، كل سنه وكل الاذاعيين في العالم واخص طبعا الاذاعيين المصريين واساتذتنا كل سنه هم طيبين وبالف خير. وعندنا سؤالنا بيقول في اليوم العالمي للاذاعه احكي لنا عن ذكرياتك مع الراديو، مين المذيع اللي بتحب تسمعه، ايه اشهر البرامج اللي كنت بتتابعها وليه؟ اشهر البرامج كلمتين وبس طبعا للفنان فؤاد مهندس، وازاي كان بيقدر يعالج بعض السلبيات اللي موجوده في المجتمع، وبيدي برضو يعني حته توعويه بسيطه كده للمستمع بقدر من الكوميديا طبعا المعروفه عن الفنان الكبير فؤاد مهندس. بصي كل حاجه لها وقتها وكل برنامج له وقته، يعني انا فاكره كويس قوي لما كنا نسمع اذاعه الاغاني ست فيروز الصبح
وبعدين الظهر تاني الساعة 3 في أوقات كده معينة، ست أم كلثوم بالليل لما تيجي مثلا أعتقد إن مفيش مكان في العالم هتسمع فيه غمض عينيك وامشي بخفة ودلع الدنيا صحيح. هي الشابة وأنت الجدع، غير في الشرق الأوسط والأستاذة إيناس جوهر، حاجات محدش بيسمعها غيرها في رمضان واحنا قاعدين ما نفطرش غير على صوت إذاعة القرآن طبعًا. الكريم وكأنها ركن بنتعامل يعني مش هقول كده بس كأنها جزء مكمل للإفطار، يعني لو ما سمعناش الراديو يبقى لا لسه، حتى لو الأذان أدت احنا لسه محتاجين نظبط الراديو على إذاعة القرآن الكريم. تفاصيل ذكرياتنا يا رب أولادنا ويبقى عندهم ذكريات يعرفوا يحكوها ويعيشوها زينا. مستنيين بقى نعرف ذكرياتكم مع الإذاعات. عايز تقول حاجة تانية؟ لا خلاص كده كفاية قوي، بس خلينا برضو متفقين إنه الإذاعة منذ أن انطلقت في 34 ما كانش في غيرها وسيلة إعلامية، وكان في أحداث كتيرة جدا مرت على مصر في هذا التوقيت، فكان مطلوب من الإذاعة أنها تلعب دور مهم جدا في أنها تعرف الناس إيه اللي بيحصل. إحنا الإذاعة من 34 والتلفزيون من 60 طول الفترة دي، وكانت فترة صعبة عدت على مصر فيها أحداث كتيرة جدا، سواء ثورة 52 أو العدوان الثلاثي قبلها الحرب العالمية الثانية، في تفاصيل كتير جدا لعبت الإذاعة دور مهم. عشان كده الإذاعة دايما بتشكل الوجدان وبتشكل وعي المستمعين. طبعا احنا في انتظار تعليقاتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهاردة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. ودلوقتي خلينا نروح نصبح على هالة الحملاوي ونعرف بقى ذكرياتها ايه مع الإذاعة وتقول لنا كل التفاصيل. يا هالة صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا شاذلي. يعني انا وعماله وانتوا قاعدين بتعملوا الانترو بتاع الحلقه عماله برضو استرجع ذكرياتي مع الإذاعة، وازاي وانا صغيره برضو كان بابايا هو بيوديني المدرسه لازم الإذاعة وإذاعة الشرق الاوسط تحديدا. انا كنت بحب قوي برضو صوت الإذاعة الكبيره سناء منصور، بالنسبه لي صوت استاذه سناء منصور كان مميز طبعا، بس بعد كده في مرحله لاحقه كنت بحب قوي برنامج ات يور ريكويست استاذه هاله حشيش. يوم الجمعه ده كان يوم الاجازه لازم اصحى على صوتها عشان يعني كنت بحب شويه الاغاني الانجليش وكده. فلغايه دلوقتي حلمي الاذاعه، لغايه دلوقتي حلمي ان انا اقف قدام ميكروفون الاذاعه، بس بتفضل الاذاعه هي الحاجه الحلم كده اللي بيشدنا كلنا. سحر حقيقي. حقيقي. على العموم احنا هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وطبعا هنبدا من محافظه القاهره تحديدا شارع رمسيس اللي بيشهد حاليا كثافات مروريه دلوقتي مكمله لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لغايه تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو فيه كثافات بسيطه. عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيوله مروريه مكمله لطريق العروبه. عند كوبري المطار فيه كثافات نسبيه هتبدا تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري كذلك الامر اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات فيه كثافات مروريه بسيطه متحركه ومستمره لحد وسط البلد. تعالوا دلوقتي مع بعض نروح لمحافظة الجيزة. شارع الهرم حاليا بيشهد في حركة السيارات بطء، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. في محافظة المنيا في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق، لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي ان في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، اما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة اطلاقا، اما طريق الصحراوي الشرقي ففي كثافات مرورية بسيطة. كده خلصت جولتنا المرورية، بس لسه في جزء هنكمل فيه في محافظة الشرقية. طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية، أما الحالة داخل مدينة الزقازيق ففيها كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة في الجامعة، وكمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة مدخل الطريق الجديد لدرب نجم. طريق أبو حماد للإسماعيلية ماشي بشكل كويس جدا ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس، والنهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
في امطار خفيفه الى متوسطه ورعديه احيانا على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، تمتد ليلا لمناطق من خليج العقبه وجنوب سيناء. كمان في امطار خفيفه على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد. ده غير إن في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 18 درجة. طبعا معانا تفاصيل أكثر عن حالة الجو بس بعد شوية. We'll be right back.
أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها تنظيم وزارة الداخلية الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمدينة بورسعيد لمشاهدة معالم المحافظة والمشاريع القومية بها في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية رئيس الجمهورية. امبارح وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين. يهدف القانون لإعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. وتضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، مع توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة. امبارح شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان اللي تناول الاستعداد القتالي للقوات المسلحة في ظل تطور التكنولوجي لمختلف وسائل الصراع وعقائد القتال الحديثة اللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير الفكر العسكري والارتقاء ببرامج الإعداد والتأهيل العلمي لدارسي الكلية بما يمكنهم من تنفيذ المهام المستقبلية على الوجه الأمثل. امبارح بدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والتوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم. المحافظة هذا العام بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين هتقيم 10 معارض لأهلا رمضان، أبرزها في العمرانية والمنيب وإمبابة والدقي والبدرشين وأبو النمرس وأطفيح. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة البحيرة تمت الموافقة على إقامة 16 مشروع استثماري جديد، وفي أسيوط تم التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب الهلالي، وده طبعا بعد أعمال التجديد. كمان في البحر الأحمر تم استقبال 52 رحلة طيران على متنها 10,000 سائح بالغردقة ومرسى علم، وفي مطروح تم توزيع 15 طن تقاوي قمح على مزارعي سيوة لأول مرة. خلينا نتابع التفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحيرة وافقت اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة 16 مشروع استثماري في مجالات متنوعة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، خاصة أن البحيرة محافظة جاذبة للاستثمار ولديها كافة المقومات الاستثمارية والبيئة مع توفير تيسيرات للمستثمرين الجادين. فأسيوط شهدت المحافظة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الهلالي الجديدة التشيكي سابقاً، وجرى إحلالها وتجديدها بتكلفة 245 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، وده في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حالياً لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن. في سوهاج أعلنت مزارع الجامعة إنها حققت إيرادات تجاوزت 1,200,000 جنيه خلال الأشهر الماضية، وتم طرح أصناف من تقاوي القمح والبصل ذي الجودة العالية بالأسواق ضمن الدور المجتمعي والخدمي لتحقيق التنمية المستدامة وتماشياً مع سياسة الدولة 2030. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن أماكن انقطاع المياه عن 4 قرى هي منشأة عبد الصمد، منهرو، وش الباب، ونينا بمركز إهناسيا، اعتباراً من الساعة 8 صباح اليوم الثلاث وحتى الساعة 9 مساءً من نفس اليوم، نظراً لتطهير محطة مياه منشأة عبد الصمد مما يستلزم توقفها خلال أعمال التطهير لضمان انتظام تقديم الخدمة. في البحر الأحمر استقبلت مدينة الغردقة ومرسى علم 52 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 10,000 سائح، وده في إطار استمرارية تواصل الرحلات الجوية باتجاه مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر. وأظهرت جداول الوصول للمطارين استقبال رحلات من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.
في الإسماعيلية أعلن فرع الرعاية الصحية عن وصول دفعة جديدة من أسرة العناية المركزة للمستشفيات ضمن خدمات التطوير اللي بتشهدها المحافظة، مع توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى والعمل على القضاء على قوائم الانتظار للحالات الأكثر احتياجاً للرعاية المركزة. في مطروح قامت مديرية الزراعة بتوزيع 15 طن تقاوي قمح لأول مرة على مزارعي سيوة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وتم عمل حقول إرشاد زراعي للأصناف المحسنة للقمح وتنظيم قوافل إرشادية للمزارعين. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لزميلنا أحمد الحسيني، بنتابع معاه تجهيز قافلة مساعدات بتستعد للسفر لمدينة رفح، شايلة أو بتحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية لنقلها لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري. أحمد الحسيني صباح الخير عليك، أنت موجود فين دلوقتي؟ صباح الخير يا منى، صباح الخير شاذلي، صباح الخير مشاهدي، صباح الخير يا مصر. بالفعل أنا موجود دلوقتي في طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. إحنا النهاردة منذ ساعات الصباح الأولى بنشهد اصطفاف مئات الشاحنات اللي بتستعد للانطلاق النهاردة إلى معبر رفح البري، طبعا استعدادها لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني ومن ثم إدخالها لأهالينا من سكان قطاع غزة اللي بيتواصل النهاردة العدوان الإسرائيلي عليهم لأكثر من 130 يوم طبعا منذ 7 أكتوبر الماضي. النهاردة طبعا بيضم القافلة بتضم عدد من أعضاء التحالف الوطني من المتطوعين واللي طبعا كونوا مجموعة كبيرة جدا من المساعدات والقوافل، سواء القوافل الغذائية أو المساعدات الغذائية أو الطبية أو المساعدات الإغاثية. احنا بنتكلم طبعا عن عدد كبير جدا من المتطوعين اللي بيشاركوا في هذه القوافل اللي بتنطلق النهاردة، وطبعا دي مش القافلة، يعني في العشرات من القوافل التي انطلقت الأيام الماضية، وطبعا تنطلق برضو القوافل على مدار هذه الأيام لمساعدة أهلنا في قطاع غزة. وإذا اتكلمنا كمان يا منى عن إجمالي العدد اللي تم تسليمه للهلال الأحمر الفلسطيني، طبعا طبقا لإحصائيات الهلال الأحمر المصري، طبعا احنا بنتكلم عن أن الهلال الأحمر المصري سلم للهلال الأحمر الفلسطيني حوالي 9000 شاحنة. 9000 شاحنة دي فيها أكثر من 134,000 طن من المساعدات المتنوعة، سواء الغذائية أو الطبية أو الغذائية. وإذا حبينا كمان نلقي الضوء على تفاصيل هذه المساعدات، هنتكلم عن 6000 شاحنة بتضم 88,000 طن من المواد الغذائية، ونحو 1200 شاحنة بتحمل 20,000 طن من الإمدادات الطبية، وطبعا 2000 شاحنة بتحمل 26,000 طن من المواد الإغاثية. طبعا كل ده لأهالينا في قطاع غزة اللي يعني بيعيشوا هذه الأيام ظروف لا تحتمل، ظروف لا تطاق، وسط القصف الإسرائيلي المتواصل أو الاجتياح طبعا، سواء في أرجاء متنوعة في وسط أو شمال قطاع غزة. طبعا هم دلوقتي بنتكلم عن حوالي 1.5 مليون مواطن فلسطيني متجمعين جنوبا في قطاع غزة عند رفح الفلسطينية، اللي أيضا بتشهد للأسف عمليات قصف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا بندعي لهم بالثبات بإذن الله، ربنا يعينهم. وإحنا هنا يعني مصر حكومة وشعب ومنظمات مجتمع مدني يعني بتحاول هم تقوم وتقدم كل ما في وسعها لإغاثة أهالينا في قطاع غزة، سكان سواء من أطفال أو نساء أو من شيوخ وشباب، لمساعدتهم في مواجهة هذا العدوان الغاشم اللي بندعي ربنا اللي هو يتوقف خلال الأيام القريبة بإذن الله. إليك منا وشاذلي. أحمد الحسيني شكرا جزيلا ليك. أحمد الحسيني متابعنا اصطفاف القوافل المساعدات الإنسانية من طريق مصر الإسماعيلية المتحركة أو المتجهة إلى الجانب الفلسطيني، كل الشكر ليك، أهلا وسهلا. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات.
اعمل فيا اللي تعمله. انت خايفه يا جميله؟ لا بس مش عارفه هصبر ازاي. مالك رأسي مش عاجبك؟ كفايه انه عاجب الناس كلها. المهم اني يعجبك انت. انت دايما بتنسي انك بتاعت الكل. لازم نرجس مزعلك يا روح قلبي. ايه التماحيل دي؟ هي عايزه ايه تاني؟ ده كهن نسوان وانا عارفاه. عايزه ترجع بعد ما شرشحتك في المحاكم وخدت الواد. شوف الشباب لديك في وشي. الله هتطلع غلبك عليا ليه؟ حضرتك هتجيب العقد ونطلع عليه وياخد اجراء. اجيبه لحضرتك ولا المدام حياة؟ زي ما حضرتك عاوز، انا او الست الرئيسة ما تفرقش. النهارده ذكرى رحيل الفنانه زيزي مصطفى واللي توفت في فبراير 2008 وسابت ميراث فني بيقترب من 200 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح واذاعه، وكان الانطلاق الفني الحقيقي ليها في السينما في فيلم البوسطجي مع شكري سرحان وصلاح منصور، وتم اختيار 6 من افلامها ضمن قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. خلينا نتابع. قدمت فيلم المراهقات الذي شاركت في بطولته مع الفنانة مجدة قبل أن يختارها المخرج حسين كمال لبطولة فيلم البوسطجي الذي كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن أمام شكري سرحان وصلاح منصور. بلغ رصيد الفنانة زيزي مصطفى الفني نحو 44 فيلماً سينمائياً وما يزيد عن 150 مسلسل وسهرة وتمثيلية تلفزيونية وإذاعية. دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة، ومن أبرز أفلامها المتمردون، النشال، حرامية في كي جي 2 وشبرونوس. ومن المسلسلات التلفزيونية التي شاركت فيها الفنانة زيزي مصطفى مسلسل أبناء الأعزاء شكراً وأحلام الفتى الطائر وليالي الحلمية. وتم اختيار 6 أفلام للفنانة زيزي مصطفى ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996. وفي عام 2008 رحلت زيزي مصطفى أثناء تصويرها للجزء الثاني من مسلسل راجل وست ستات وسط حزن المحيطين بها، كما رحلت بعد مسيرة كبيرة وطويلة من العطاء. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية. بالليل والصبح بدري الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد ليلاً إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء. كمان أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة
قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر دلوقتي عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن الجو بدأ يدفي شوية النهاردة، الجو الصبح هيكون دافئ النهاردة في القاهرة غير بالليل. طبعا احنا عارفين أنه بيبقى فيه فرق درجات ما بين الصبح وبالليل تقريبا 10 درجات. طمنين أخبار الجو إيه النهاردة؟ هو بالفعل اليوم ما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية الصحراوية اللي بتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها خلال فترة النهار بشكل كبير، فاليوم استمرار قيم درجات الحرارة اللي تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 إلى 4 درجات في معظم محافظات الجمهورية فيما عدا المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الغربية. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع أنها تسجل 23 درجة مئوية، هيظل الطقس معاها خلال فترة النهار تحتسي بطقس دافي بشكل كبير على مناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، يمكن كمان المناطق الجنوبية، جنوب سيناء أو جنوب الصعيد بتحس بقيم درجات حرارة أعلى، طقس فيها أدفى كمان من المناطق الشمالية. لكن مع غياب أشعة الشمس أو الغياب التام لأشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن مع وجود بعض السحب فبتظل قيم درجات الحرارة فترة الليل يعني ما بين 15-16 درجة مئوية، فنقدر نوصف الطقس فترة الليل خاصة الليلة الماضية والليلة اللي جاية هو طقس بارد مش طقس شديد البرودة زي الليالي اللي قبل كده، وده بيكون في معظم محافظات الجمهورية. كمان اليوم اللي لازم نحذر منه هو نشاط الرياح، اليوم متوقع يكون معانا نشاط الرياح فيها أتربة طبعا مزل. فيها أتربة سرعات الرياح الأول هتكون ما بين 30-45 كيلومتر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، يعني هتكون موجودة بشكل كبير في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد، مدن القناة، شمال محافظة البحر الأحمر، سيناء، السواحل الشمالية الشرقية، والأتربة والرمال المثارة كمان ممكن تأثر على مناطق من القاهرة الكبرى. طبعا الأتربة والرمال المثارة ممكن تؤدي لانخفاض مستوى رؤية أفقية على بعض الطرق وخاصة الطرق الصحراوية أو الطرق القريبة من أماكن مفتوحة بشكل كبير. بالإضافة كمان أن اليوم متوقع يكون معانا فرص لسقوط الأمطار، فمجمل الأمطار اليوم إن شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، لأنها تكون أمطار ما بين خفيفة المتوسطة وممكن تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ. أمطار تمتد خلال فترة الليل لبعض المناطق من سيناء وخليج العقبة، تمتد الأمطار بقى بكميات أقل أو تكون أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، القاهرة الكبرى فيها فرص ضعيفة الأمطار خفيفة، وده عشان هيكون بداية لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من بكرة إن شاء الله. يعني بكرة الأربع هيكون في تأثرنا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط هيعملوا على حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي هتبدأ معانا بانخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، أو ممكن نقول عليها انخفاضات تدريجية في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وكمان خلال فترات الليل هنعود تاني للأجواء الشتوية الباردة أو المائلة للبرودة فترة النهار، شديدة البرودة فترات الليل. هيكون كمان عندنا فرص الأمطار الكبير والمؤثر، يعني احنا أربع وخميس وجمعة فرص الأمطار المؤثرة بشكل كبير وخاصة على المحافظات الساحلية، وتمتد كمان لمناطق داخلية ومنهم القاهرة الكبرى. بالإضافة كمان نشاط رياح يحسسني بالبرودة أكثر، يمكن ذروة الحالة الجوية هتكون يوم الخميس، فإحنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية لأن في تقلبات جوية. أكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12، في العاصمة الإدارية 23-10، الإسكندرية 20-12، والعلمين الجديدة 19-11، مطروح 18-11، دمياط 22-13، بورسعيد 24-13، والإسماعيلية 25-11.
في السويس 24/12 وفي العريش 25/12. كاترين العظمى فيها 19 والصغرى 2، طابة 24/13، حلايب 24/16 وشلاتين 28/15، شرم الشيخ 27/16 والغردقة 27/13. في الفيوم العظمى 23 والصغرى 10 وفي بني سويف 23/11، في الوادي الجديد 29/7 وفي أسيوط 25/8، سوهاج 26/10 وإنا 28/12، الأقصر 29/12 وأسوان 29/13. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لشاذلي ومنا ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي هلا على كل هذه التفاصيل. طبعا دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمحافظة الدهلية. انطلقت هناك فعاليات معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب، واللي بيضم العديد من دور النشر، بجانب طبعا مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل ومركز خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. معنا على التليفون الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة، نتعرف منه على تفاصيل أكتر. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهديك، صباح الخير عليكم جميعا. دكتور، بداية لما نيجي نتكلم عن تنظيم المعرض والتخصصات اللي بيشمل عليها المعرض. والله يعني جامعة المنصورة على مدار تاريخها بتؤمن تماما مش بس هي تقدم خدمة تعليمية لكل منتسبيها، لكن لها دور كبير جدا في بناء الإنسان ونشر الثقافة على المستوى العام بشكل عام. علشان كده احنا فكرنا ان احنا نعمل المعرض ضم العديد جدا من الأنشطة زي دور نشر متعددة من خلال أنحاء مصر كلها. في نفس الوقت كان عندنا ورش عمل متعددة، في نفس الوقت كان عندنا جانب ذو الهمم، جزء كبير جدا لذو الهمم اللي موجودين عندنا في الجامعة، وبالتالي كان أو هو المفروض أنه مستمر طبعا لحد 6 مارس إن شاء الله. فهو في أنشطة متعددة سواء من خلال نشر الكتب للطلبة الموجودين أو أنشطة متعددة. طيب إيه شكل الأنشطة دكتور، إيه شكل الأنشطة تحديدا الموجهة لذوي الهمم؟ والله إحنا عندنا في مركز كمان موجود في جامعة المنصورة، مركز متخصص لذوي الإعاقة وذوي الهمم. الأنشطة اللي موجودة اللي هو إزاي إن إحنا نكتب أو نقرأ بطريقة برايل، في كمان حاجة اسمها الإشارات بالعصاية البيضاء دي موجودة برضو لتعليم الطلبة كيفية تعلم الإشارات اللي موجودة. طيب دكتور، نقول الإقبال متخيلين هو هيكون عامل إزاي في الفترة القادمة، خصوصا بقى كمان رد فعل أهالي لأول مرة تحضر أيام افتتاح المعرض؟ احنا بدأنا طبعا من 11 فبراير ومستمدين حتى 6 مارس 9 صباحا لحد 4 مساء. أول يوم للافتتاح الإقبال كان كبير جدا من أبنائنا الطلبة اللي موجودين. الحمد لله احنا عندنا شباب واعي جدا بأهمية القراءة وممارسة الأنشطة المختلفة داخل أروقة الجامعة. من ضمن المهام كمان اللي موجودة وإن شاء الله يبقى عليها إقبال كبير جدا، إن احنا بدأنا ندعي بعض المدارس والناشئ اللي موجود في محافظة الدقهلية لحضور ورش عمل ومحاضرات موجودة لكيفية أو لترغيب الطلاب اللي موجودين طلاب المدارس بصفة خاصة في تشجيعهم على القرايه وممارسه الانشطه وحضور المحاضرات داخل الجامعه، على اساس ان هم دايما يبقوا متطلعين ان جامعه المنصوره مناره يجب الالتحاق بها في المستقبل ان شاء الله. طيب دكتور طارق، هل المعرض ده موجود داخل الحرم الجامعي، فهو بالتالي كل الطلبه اللي موجودين في الجامعه هم اللي يقدروا يدخلوا هذا المعرض ويشاركوا في الانشطه، بالاضافه طبعا الى الدعوات اللي انتم بتوجهوها للطلاب زي ما حضرتك ذكرت، ولا هو مفتوح لكافه المواطنين من ابناء المحافظه؟ طبعا هو موجود داخل جامعة المنصورة في المكتبة المركزية اللي تعتبر أيضا إشارة كبيرة جدا إن احنا عندنا مركز توعية ومركز ثقافي مفتوح لكل الطلاب علاوة على الدعوات. احنا طبعا ما بنقدرش نفتحه لكل أبناء المحافظة لأن الجامعة لها يعني قيود معينة في الدخول والخروج. احنا عارفين طبعا موضوع إن يبقى معرض عام لكل الناس ممكن فيها صعوبة شوية، اكيد في زي ما قلت لحضرتك قيود معينه على الدخول والخروج خصوصا اثناء المحاضرات وبدايه العام الدراسي، لكن احنا بنوجه دعوات لجزء كبير جدا من الناس الخارجيين ان هم يشتركوا معانا خلال ايام المعرض. ممكن نقول ابرز العناوين اللي ممكن تكون موجوده في المعرض؟ الكتب متنوعه ولا كتب علميه بس؟ في تخفيضات ولا ما فيش؟
احنا عندنا 12 دور نشر، منهم على سبيل المثال دار النهار ودوائر وجانا وحواديت، وكلنا احنا يعني بنشترط عليها او من خلال الاتفاق اللي معانا ان هي تكون مخفضه بشكل كبير جدا للطلبه. عندنا كمان سور الازبكيه فبيقدموا اكثر من 50 او 60% خصم للطلاب. ورش العمل الموجودة متنوعة جدا بالاشتراك مع مجموعة أبطال الدقهلية، ودي يعني مجموعة مميزة جدا على مستوى الدقهلية، بتقدم أنشطة مختلفة وبتاخد مراكز دائما على مستوى الجمهورية في المسابقات المتنوعة. شكرا جزيلا دكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة. خليني أفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهاردة في اليوم العالمي للإذاعة، احكي لنا عن ذكرياتك مع الراديو، مين المذيع اللي بتحب تسمعه وبرنامج كان اسمه ايه وليه؟ خلينا ناخد علي. علي بيقول صباح الخير عليكم من الفيوم، انا بحب برنامج او برامج الاخبار الخفيفه وكلمتين وبس. في جيجي واصف بتقول صباح الفل عليكم، طبعا برنامج الصبح بيدي طاقه ايجابيه، احلى برامج في الاذاعه برنامج طريق السلامه وكلمتين وبس وحكايات ابله فضيله وطريقتها في سرد الحكايات حقيقي تدرس. أكيد في تاني عبير سالم الغريب صديقتنا بتقول صباح الخير من الإسماعيلية على أجمل مذيعين، شكرا ليك يا عبير. أجمل ذكرياتي مع الإذاعة برنامج تسالي للإعلامية إيناس جوهر، وبرنامج على الناصية وفوازير رمضان كمان للإعلامية الراحلة الأستاذة أمل فهمي، وإذاعة القرآن الكريم والأستاذة الكبيرة الدكتورة هاجر سعد الدين. بصراحة الإذاعة عشت معها أجمل سنين عمري، لأن ما كانش موجود غير الراديو في أواخر الثمانينات، إحنا كنا في مكان جديد ما كانش فيه كهرباء كفاية وما كانش فيه إرسال كفاية، فعشان كده الراديو هو اللي كان بيساعدني. بصبح على أمي وبدعي لها بالشفاء، صباح الخير عليك يا عبير، ربنا يشفي الوالد. فكرتنا وهي بتتكلم بفوازير رمضان، إذاعة القرآن الكريم كانت بتعمل حاجة دايما في رمضان، مش عارف هي لسه موجودة ولا لأ، كانت بتعمل مسابقات دينية. طبعا زمان ما كانش فيه بقى جوجل وما كانش فيه انترنت وما كانش فيه حد هيقدر يدخل على مواقع التواصل ولا المواقع الدينية عشان يجيب معلومات، فكانت بتعمل مسابقة دينية كانت يومية بتعلم من خلال الإذاعة، الناس تجهز وتحط الإجابات، ده طبعا من خلال بقى الذاكرة ومن خلال الكتب تجمع معلومات وتجاوب على الإجابة الصحيحة، وبترسل إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون هنا في إذاعة القرآن الكريم من خلال البريد. ومسابقة بقى كانت بتبقى بعد شوية اتطورت وبقى في اتصال بالتليفون، والناس كانت تتصل بالتليفون من قبل لما السؤال يتقال علشان يلحق. لكن دي بقى كانت الجوائز بتاعتها بقى، كان في عمرة وكان في جوائز نقدية، أعتقد إن هي لسه موجودة يعني. من ضمن كمان التعليقات عبد الحكيم فهيم الحايز بيقول صباح الخير عليكم، سنة 98 بشغل إذاعة القرآن الكريم، وأكتر حد بحبه هو دكتور رضا عبد السلام، هو طبعا رئيس الإذاعة. طيب مصطفى محمد بيقول أنا كنت بحب أسمع الراجل اللي بيقول إذاعة القرآن الكريم وهنا القاهرة، الأستاذ رضا عبد السلام القرآن الكريم، كان عنده طبعا برامج كتير، قطوف من السيرة، وكان عنده حاجات كتير مميزة، وطبعا الأستاذ أحمد سالم هو أول من قال هنا القاهرة، هنا القاهرة بصوت. طيب في كمان من سوهاج صباح الفل عليك، وذكريات الاذاعه منذ طفولتنا لا تنسى، كنا بنصحى كل يوم على صوت الاذاعه، يا صباح الخير يا اللي معانا، كنا نسمع الكثير من البرامج زي كلمتين وبس وغيرها من البرامج، ده الاستاذ جمال مختار. واحنا عشان عارفين حبكم للاذاعه التتر بتاع برنامج صباح الخير يا مصر كله تقريبا من الاذاعه المصريه. اكيد. دلوقتي مشاهدينا الساعه 8 بتوقيت القاهره، ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله، اتفضلي يا هاله. شكرا منا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث نقل مدبولي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ محمد بن راشد. ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد عن تقدير رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسي، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات.
قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن مجلس النواب عقد جلسة طارئة في بداية الأزمة الفلسطينية واتخذ قرارا واضحا بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لحماية الأمن القومي. وأضاف وكيل تشريعية النواب أنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر لديها قائد حكيم يدرك التحديات ويعلم حجم الطموحات ويتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. عقد وزير الخارجية سامح شكري عدة لقاءات ثنائية مع رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار ورئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب. وعقب مباحثاته مع نظيرته السلوفينية شدد شكري على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات، وحذر من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مطالبا الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية. تتواصل يوميا من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة عبور الشاحنات التي تنقل المساعدات للقطاع. هذا ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات تحمل آلاف الشحنات من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري. وكان طريق القاهرة الإسماعيلي الصحراوي قد شهد صباح اليوم اصطفاف القافلة استعدادا لانطلاقها إلى المعبر. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر 6 أسابيع على الأقل. وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال بايدن إن واشنطن ستعمل بجدية من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. The partnership between the United States and our ally Jordan is strong and it is enduring. Today, the King and I discussed with our. من جانبه أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحرب على قطاع غزة التي تعد واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر. وأعلن الملك عبد الله في تصريحات صحفية مشتركة عقب القمة التي عقدت في البيت الأبيض بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن، مشددا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. It is certain to produce another humanitarian catastrophe. أشاد المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بدور مصر الإيجابي فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول. وقال خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تريد أن تتوقف الحرب في غزة، وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع المحتجزين وإدخال المساعدات، مؤكدا أن الهدنة الإنسانية الممتدة يمكن أن تمهد لنقاشات تفضي لحل النزاع. وأضاف كيربي أن واشنطن لا تمنع إسرائيل من دخول رفح لكن تطالبها بحماية المدنيين، وشدد على ضرورة دعم وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح من جانب الطرفين في غزة. أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن قلقها إزاء احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، وحذرت من أنها لن تكون قادرة على إدارة عملياتها بشكل فعال وآمن في المدينة إذا هاجمها جيش الاحتلال. وذكرت الوكالة أن الوصول إلى التجمعات السكانية المعزولة شمال وادي غزة ما زال يمثل تحديا، وفي الفترة ما بين الأول من يناير والخامس من فبراير لم تصل سوى 10 بعثات شاملة للأونروا إلى شمال وادي غزة من أصل 35 بعثة كان مخططا لها الدخول لغزة.
قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف لإنهاء المواجهات مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين، وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود. تهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود، ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع العدوان على غزة. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بأكثر من 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، متجاوزا عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام. ومن المتوقع أن يتم إقرار الحزمة الأربعاء. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. تحت شعار الوطن محتاج جميع الهمم، بيتم تنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، واللي بيتم إقامته في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العالي. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها. دكتور ناصر صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذة منة، أستاذ محمد، صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على مصر. يا أهلا بيك يا فندم. في البداية عايزين نعرف في البداية أصلا يعني إيه هاكاثون، ونتعرف من حضرتك على أبرز ما يشتمل عليه فعاليات هذا الهاكاثون. اسمح لي استاذ محمد بس في البدايه اقول ان جامعه بنها حريصه على توفير مساحه مناسبه وبيئه محفزه للابتكار والابداع. احنا داخل الجامعه بنعمل على توجيه افكار اولادنا الطلاب، خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين وصانعي المحتوى وغيرهم، ليكون في السياق الصحيح اللي يعود لهم بالنفع عليهم شخصيا، واللي بيخدم المشاريع القوميه وبيساعد على الاستثمار في المعرفه وتحقيق رؤيه مصر 2030. حقيقة الجامعة في إطار تنفيذها كمان للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي واللي أطلقها معالي الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور العام الماضي، بيتضمن أحد مبادئها تشجيع الابتكار. وإحنا بننظم الهاكاثون الثالث، هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم تحت شعار الوطن بيحتاج لجميع الهمم، مع اثنين من شركاء النجاح. الأول هو مركز إبداع مصر الرقمية، والثاني هو الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم. أما الإجابة عن سؤال حضرتك، هاكاثون هو لقاء بيجمع المبرمجين والمطورين وصانعي المحتوى ومصممي الجرافيك والمهتمين عموما بمجال تكنولوجيا المعلومات حول هدف واحد، للوصول لحلول مبتكرة من خلال التطبيقات التكنولوجية. طيب لما نيجي نتكلم عن الجامعات اللي بتشارك في الهاكاثون لتقنيات الناشئة عشان تمكين ذوي الهمم، عددهم كام؟ والجامعات مشاركة بفرق ولا مشاركة بأفراد؟ أستاذة منا، في 30 فريق تأهلوا للمستوى النهائي بيمثلوا 20 جامعة، وهناك جامعات مشاركة بفريق واحد وتتدرج للمشاركة بأكثر من فريق بيصل لثلاث فرق للجامعة الواحدة. نعم. طيب طبيعة المشروعات يا دكتور ناصر عبارة عن إيه؟ والتحكيم المسابقات بتكون عاملة إزاي أو المنافسات بتكون عاملة إزاي؟ حقيقة أستاذ محمد إن محاور الهاكاثون ثلاث محاور: الصحة والرياضة والتعليم والتوظيف والإتاحة والترفيه. وحقيقي أعمال الطلاب بتتضمن مشاريع تخرج، كون الطلبة بعض الطلبة المشاركين في السنوات النهائية سواء في كليات الهندسة أو كلية الحاسبات والذكاء الصناعي، مشاريع مبدعة حقيقي بتتضمن أعمال الطلاب تطبيقات موبايل بتساعد ذوي الهمم في التعليم والتعلم، كمان محو أمية غير المتعلمين منهم. حقيقي شفت كمان من أعمال الطلاب المشاركين حلول تكنولوجية لتحويل لغة الإشارة إلى صوت مسموع. كمان شفت وأنا بتابع الفرق حقيقي وشغلها في الجامعة أو في مركز إبداع مصر الرقمية، تطبيقات تكنولوجية لاكتشاف أعراض التوحد مبكرا في الأطفال. ده إلى جانب بقى يعني حاجة مبهرة، أنا شفت أحد الفرق بتقدم وسائل تكنولوجية بتساعد ذوي الهمم في التدريب الرياضي كرة اليد اللي بيمارسوها على كراسي متحركة باستخدام إنترنت الأشياء، يقدر يوصل الآلة المساعدة دي بالعجلة اللي عليها اللاعب وتقدر تقذف له الكرة ويقدر يتدرب دون مساعدة أحد. ده إلى جانب بقى طبعا ألعاب إلكترونية مبهرة شفتها حقيقي تتناسب مع العديد من التحديات اللي بتواجه ذوي الهمم.
احنا بنتكلم هنا في ان الطلاب من ذوي الهمم ولا الطلاب بيستهدفوا ذوي الهمم، ولا الفرق موجود فيها طلاب من ذوي الهمم وطلاب اخرين؟ لا، الطلاب حقيقي كل الفرق بتستهدف تقديم خدمات تكنولوجيه لذوي الهمم، هم طلاب عاديين في مستويات دراسيه مختلفه، لهم خلفيه علميه مختلفه، مش شرط ابدا يكونوا كلهم في تخصصات العلوم التكنولوجيه والهندسيه، لكن كل البرامج وكل السيم بتاع الهاكاثون بيستهدف تطبيقات ذكيه تخدم الاشخاص ذوي الهمم. طيب هل احنا عندنا في النهايه مشروع واحد هو اللي هيفوز؟ بالطبع احنا عندنا مخصصين جوائز، خمس جوائز لكل محور. الجائزه الاولى مخصص لها مبلغ 10,000 جنيه، والجائزه الثانيه 8,000 جنيه، والجائزه الثالثه 6,000 جنيه، والجائزه الرابعه 4,000 جنيه، والخامسه 2,000 جنيه، والنهارده اليوم الختامي ان شاء الله الاعلان النهائي عن المراكز الخمسه لكل فريق ان شاء الله. لكل مجال؟ لكل مجال. يعني كل مجال في خمس جوائز؟ لكل مجال من الثلاثة فعلا يا أستاذ محمد في خمس جوائز. طيب مين اللي هيبقى الشريك اللي يقدر ينفذ؟ يعني احنا اتكلمنا عن الجوائز واتكلمنا عن الجوائز المادية، لكن الجوائز بقى القدرة على التطبيق، هل وارد ان يحصل او يتعمل بروتوتايب الشباب يشتغلوا عليه ويتم وجوده في الأسواق فعلا، او براءات الاختراع يعني وبراءات الابتكار وتسجيلها؟ حقيقة هايل يا أستاذة منى كلام حضرتك، فعلا احنا بنستهدف ان الطلبة دول يكون في نماذج أولية لأفكارهم دي، وانه يبتدوا يشتغلوا على أفكارهم دي عشان يستثمروا في الفكر ده ويتحول لنموذج أولي أو يتحول لشركة ناشئة صغيرة يبقى استثمارهم في المستقبل إن شاء الله. أكيد. عظيم. طيب دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها، بنشكر حضرتك جزيل الشكر. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تحت عنوان التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية طموح وتحديات، وده في تمام الساعة 5 مساء. ومن المقرر أن تناقش الورشة ما شهده الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022 من تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات لقطاعات البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة لنمو الاقتصاد اللي بيقوده القطاع الخاص. النهاردة هتنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج الأول من مبادرة جامعات مستدامة، واللي بيتضمن تنظيم ورش عمل لبناء قدرات طلاب الجامعة المرشحين لتنسيق أعمال النسخة الأولى من المبادرة. النهاردة يستأنف دوري نايل مبارياته بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة في الإيجيبشن ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية. وأبرز مباريات النهاردة هتكون الجونة والمصري الساعة 4 عصراً على استاد برج العرب، وسموحة والبنك الأهلي الساعة 7 مساءً على استاد الإسكندرية. من كام يوم وكالة الفضاء المصرية أعلنت نجاح إطلاق القمر التجريبي نيكسات 1 قبالة سواحل مدينة يانج يانج في جمهورية الصين الشعبية. هذا الإطلاق نجح وتم استقبال إشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية. خلينا نتكلم عن القمر التجريبي وإيه الخطط والمشروعات اللي شغالين عليها في الوقت ده. وكالة الفضاء المصرية بينضم لنا دلوقتي عبر تطبيق زوم الدكتور هيثم مدحت مدير برنامج الأقمار التجريبية بوكالة الفضاء المصرية. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور، أهلا وسهلا بيك. أهلا دكتور. في البداية لما نيجي نتكلم عن أهمية إطلاق القمر التجريبي نكسات 1. أولاً القمر التجريبي نكسات 1 هو أول قمر خلينا نقول حصل. خلينا عذراً قبل ما نبتدي الكلام دكتور، أرجوك لو نوطي الصوت شوية بحيث إن احنا نعرف نسمعك كويس. أوكي تمام. شكراً. بالنسبة لنكسات 1 هو أول قمر يعني تجريبي خلينا نقول وطننا فيه نسبة التكنولوجيا في مصر، صناعة الفضاء في مصر أو الأقمار الصناعية بالحجم ده في مصر بنسبة كبيرة وصلنا 40%.
فده بالنسبة لنا ده حدث مهم، لأن إحنا صناعة الفضاء يعني خلينا نقول هي الصناعة القادمة أو دي المستقبل. فإحنا فعلا في مصر نجحنا إن إحنا نحصل على 40% من التكنولوجيا عن طريق تصميم القمر في مصر، أو تصميم المهمة بتاعة القمر في مصر، برمجيات العمل بتاعته في مصر، اتعمل التجميع والاختبار بتاعه كامل في مصر ما عدا اختبار واحد، تم التنسيق للإطلاق بتاعه والتكامل مع صاروخ الإطلاق بواسطة المصريين طبعا ومن خلال مصر. فطبعا ده نسبة توطين عالية جدا في الشريحة دي من الأقمار، وطبعا ده معناه إن مصر بدأت خطوتها الأولى في صناعة الفضاء أو صناعة الأقمار الصناعية في مصر لأول مرة يعني. طيب عشان المشاهد يفهم أكتر أبعاد الموضوع، إيه هي القيمة التنموية من وراء إطلاق هذا القمر؟ طيب هو عامة صناعة الفضاء بتخدم تكنولوجيات الكتير، يعني كل التكنولوجيز اللي موجودة دلوقتي، سواء يعني حضرتك المواطن العادي بيستخدم الأقمار تقريبا بشكل يومي، سواء اتصالات، نافيجيشن، التصوير ده تقريبا احنا يوميا بنجيب صور أقمار صناعية، سواء للتعديات، حصر الأراضي الزراعية، سواء النهر البحر والملاحة، يعني في تطبيقات كتير جدا للأقمار الصناعية دلوقتي يوميا بشكل يومي، كل الدول ومنها مصر طبعا بتعتمد عليها بشكل مباشر. الحاجات دي عامه ان احنا ما كانش عندنا الصناعه دي، فعاده بنستورد الصور دي او بنأجر الخدمات دي. بعض الاقمار طبعا تم اطلاقها من دعم نايل سات الى مؤخرا اللي هو مصر سات ونكسات، دي تملكها مصر طبعا. فدي كانت الخطوه الاولى ان احنا نجيب تيرنكي، او يعني خلينا نقول اقمار تسليم مفتاح، لغايه ما بدأنا احنا بنعمل الصناعه دي وبعض الحاجات المغذيه فيها في مصر واحده واحده، لغايه ما نوصل لنسبة التوطين المستهدف بتاعها 60% إن شاء الله، إن يبقى من المنتج ده أو الأقمار بتتصنع في مصر. طبعا بالإضافة إلى العائد اللي هو خلينا نقول التنمية المستدامة أو التكنولوجيات اللي بنستخدمها يوميا، صناعة الفضاء هي الصناعة اللي هي خلينا نقول زي طفرة صناعة العربيات اللي حصلت في القرن الماضي، زي الموبايل والآي سي تي اللي حصلت في برضه في السنين الأخيرة، هي دي الطفرة اللي جاية. فوجود مصر او تواجد مصنع، احنا عندنا اوريدي في الوكاله مصنع اللي هو الاي اي تي اللي هو تجميع واختبار الاقمار الصناعيه في مصر فيما يقل عن 1 طن او اقل من اقمار ال 1 طن، فده وجوده في مصر يعتبر من اكبر المراكز او المصانع خلينا نقول اللي موجوده في المنطقه. ده في حد ذاته معناه ان انا عندي صناعه، عندي اقدر اصنع للغير، اقدر اصنع لمصر بعد كده الحاجات دي، اللي بدل ما اشتري القمر من بره. عظيم جدا يا فندم، الصناعه دي جديده في مصر، ده خلينا نسال حضرتك مستوانا ايه مقارنه بالدول اللي ليها باع في هذه الصناعه؟ طيب هو هي طبعا الصناعه دي مش كل الناس يعني مش كل الدول داخله فيها، هو في صراع دلوقتي على المشاركه في هذه الصناعه طبعا، يعني في دول كتير صاعده عايزه تخش في المجال. بس هي مصر يعني خلينا نقول احنا بادئين من فتره، احنا بقى لنا اكتر من خلينا نقول اخر برنامج احنا عملنا 3 برامج، ده الثالث اللي نجح الحمد لله اللي هو من سنه 2000. فاحنا لا احنا كويسين، احنا وصلنا 40% في اقمار المايكرو ساتلايت، واصلين بنسبه 15% في الاقمار الميني الاكبر منها، الاقمار الاصغر وصلنا 60% فيها كمان. فقصدي لا احنا عندنا تكنولوجي حقيقيه في مصر في هذا المجال، وعندنا مصنع حقيقي موجود في مصر لتصنيع الاقمار الصناعي. طيب ما دام بنتكلم على التكنولوجي بصفه عامه، ازاي احنا شغالين على تطوير الانظمه الفضائيه اللي موجوده بالفعل للاقمار الصناعيه، ازاي بنقدر نستثمر فيها ونحاول نطورها؟ طيب هو احنا يعني خلينا نقول نكسات ده اللي هو اول واحد نبدا نخش جوه الانظمه الفرعيه بتاعته، يعني خلينا الصناعات المغذيه خلينا نسميها كده. الانظمه الفرعيه دي عباره عن صناعات مغذيه للقمر، احنا اوريدي بنعمل القمر، لا بنعمل كمان اللي جواه. فاحنا اوريدي في برنامج راننج في الوكاله، او يعني البرنامج الاقمار التجريبيه ده الهدف منه ان انا واحده واحده ابدا اصنع مكونات في مصر، طبعا بالتعاون مع المصانع والشركات القطاع الخاص او الحكومي اللي بتنتج الحاجات القريبه منها او الحاجات اللي زيها، اللي هي ممكن تساعد في الصناعات المغذيه زي ما بنعمل مثلا في عربيات، في صناعات مغذيه للعربيات، في برضه للاقمار الصناعيه. مستهدف ان احنا ممكن خلال السنتين الثلاثه التانيين نوصل بالحجم الاقمار دي اللي هو المايكرو ساتلايت 60% من الصناعه بتاعتها، والاقمار الاكبر ده احد الاهداف الاكبر برضو للوكاله، ان احنا عايزين نطلع من 15% خلينا نقول ممكن نوصل 30 او 35 الى ان نصل الى برضو 60% للاقمار اللي هي الحجم الاكبر يعني. كويس. عظيم، الارقام دي تخلينا نسال حضرتك عن الخطط والمشروعات اللي بتشتغل عليها وكاله الفضاء المصريه. هي وكالة الفضاء احنا الهدف يعني احنا في 2 تارجت او 2 هدف بنحاول نحققهم دايما، اولا خدمه المباشر لتنميه الدوله اللي هي سواء الصور او
التكنولوجيات اللي بتعود بالمواطن مباشره، سواء الحصر المحاصيل الزراعيه، التعديات، البحر وما الى ذلك. في نفس الوقت لازم يكون في نوع من توطين التكنولوجيا، يعني الاقمارين اللي اطلقوا سواء نيكسات او مصرات اثنين اللي طلعوا فيهم نسبه تكنولوجيا، يعني تكنولوجيه مكون مصري موجود على الاقمارين. الهدف ان المستهدف ده يزيد خلال في برنامج طموح، خلينا نقول خلال الثلاث سنين اللي جايه، ان احنا نطلع منظومه اقمار صناعيه نسبة المشاركة المصرية أكبر مع شريك طبعاً أجنبي جراديولي أو بالتدريج، يعني إن إحنا نوصل للمستهدفات اللي إحنا بنتكلم عليها، في نفس الوقت نغطي احتياجات مصر من الصور الفضائية، وإن شاء الله بعد كده تطبيقات أخرى زي الاتصالات أو غيرها. شكراً جزيلاً دكتور هيثم مدحت، مدير برنامج الأقمار التجريبية بوكالة الفضاء المصرية. امبارح تم افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، والمحطة دي بتعتبر تاني أكبر محطة في العالم من حيث قطر تلسكوبات الرصد. عشان نتعرف على تفاصيل أكتر معنا على تليفون الدكتور جهاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم عليكم، ويوم سعيد للجميع يا رب ان شاء الله. يا اهلا بيك يا فندم. مبنى محطه رصد الاقمار الصناعيه والحطام الفضائي اللي تم افتتاحه، مبنى جديد، عايزين نعرف ايه القيمه المضافه لهذا المبنى؟ بالفعل واستكمالا للخبر السابق، وانا يعني سمعت كده جزء من المداخله، طبعا الجهود اللي بتقوم بها وكاله الفضاء ومصر بشكل عام في برامج الفضاء مهمه جدا، وتواكبا وتماشيا مع تلك الجهود احنا عارفين اي برنامج فضائي ليه عده مكونات، طبعا التصنيع والاطلاق ده جزء مهم جدا ومعالجه البيانات، لكن يسبق ذلك مرحله مهمه جدا حساب المدارات اللي بتطلق فيها الاقمار الصناعيه، وبعد اطلاقها عمليه مراقبتها طول الوقت بحيث تستمر اكبر فتره ممكنه في مدارها دون فقدان، تحت السيطره والتحكم، وايضا يعني في الفتره الاخيره ونتيجه الكثافه العدديه والنوعيه في برامج الفضاء وحوادث الفضاء اصبح هناك ما يسمى الحطام الفضائي، وده الناتج لحوادث الفضاء المتكرره. المعهد بما انه احد المحطات او معاهد الرصد الدوليه والوحيد في المنطقه اللي عنده تلك الامكانيات، دوما في تحديث وتوطين للتكنولوجيات الحديثه، فبالتعاون مع الزملاء في اداره الفضاء المركزيه بالصين ومراصد العلوم الفلكيه تم الاتفاق على انشاء محطه جديده. احنا عندنا محطة بتشتغل بأشعة ليزر من سنة 81، و2019 افتتحنا محطة أخرى داخل مرصد الأطقمية، لكن التكنولوجيا كل يوم فيها تحديث والعلم بيتطور. الصين طبعا ليها جهود جميلة جدا وفيها تقدم، كل يوم أنشأوا محطة فضائية خاصة بيهم منفصلة عن المحطة الدولية، فنتيجة التعاون والتباحث مع الزملاء في الصين اتفقنا ان احنا ننشئ محطه جديده بامكانيات حديثه متميزه، زي ما قلنا ان هي التلسكوب بتاعها ثاني اكبر تلسكوب لرصد الاقمار الصناعيه على مستوى العالم، الاولاني موجود عندهم في الصين. المحطه بتشتغل باشعه الليزر ورصد بصري، بحيث يبقى عندنا العيوب في كل اتجاه فيهم الاتجاه الثاني بيكمله، يعني الرصد البصري ليه عيوبه ومميزاته، رصد الليزر ليه عيوبه ومميزاته، تكامل الاثنين في نفس المحطه بيزود كفاءه الرصد، بيزود الامكانيات، بيزود الدقه، وده اللي احنا بنطمح ونامل بيه في الفتره القادمه. اعتقد المحطه هتضيف كتير لانها الوحيده من نوعها في الشرق الاوسط وافريقيا، هتكون يعني نقطه ارتكاز للعاملين في برامج رصد الاقمار الصناعيه والحطام الفضائي، وتوفير بياناتها سواء لغرض البحث العلمي او لاغراض تجاريه بالتنسيق مع الجهات العامله في برامج الفضاء، يكون اضافه جديده لمصر. وفي نفس الوقت احنا بنأكد ان احنا يعني رصد السماء المصرية وحمايتها من اي مخاطر بما فيها مخاطر الحطام الفضائي عنصر مهم جدا، ده احد مكونات خطة او الاستراتيجية القومية للبحث العلمي اللي المعهد بيشتغل عليه. مبنى جديد تم افتتاحه، انا عارفه ان طبعا بناء المباني يعني لغايه ما توصل لمرحله الافتتاح بياخد وقت، ازاي نقدر نبقى المبنى ده مواكب لكل حاجه جديده وكل حاجه مختلفه، مواكب للتقدم التكنولوجي، مواكب للجيل الجديد في صناعه الاقمار الصناعيه والعلوم الفضائيه؟ بالفعل يعني زي ما حضرتك اشرتي الفتره اللي فاتت وكان في يعني تحديات كبيره اكثر من موقف دولي، طبعا الكورونا، الاحداث اللي بتمر على العالم، يعني الحروب الروسيه الاوكرانيه وكذا، في تحديات اقتصاديه كبيره، لكن الحمد لله
الدولة المصرية يعني مؤمنة بالاستثمار في البحث العلمي وبناء القدرات، سواء قدرات البنية التحتية أو القدرات البشرية، وده اللي شجعنا إن احنا من خلال الخطة الطموحة للمعهد قدمها واعتمدت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالفعل تم تحت التمويل. الجانب الصيني يعني في الموضوع التكنولوجي هم فعلا قدموا التلسكوبات الحديثة للرصد، ودي طبقا للاتفاق والتعاون ما بيننا ان هي بالمجان كهديه للمعهد، بسبب ان يبقى في الارصاد تكون مشاركه، وطبعا في يعني اجراءات تنسيقيه وتنظيميه والضوابط اللي معموله لاي تعاون فني، وخاصه في مجال بيانات الاقمار الصناعيه. عظيم. زي ما حضرتك ذكرت دكتور جاد انه هذا المبنى تم تصميمه للتعامل مع مخاطر الحطام الفضائي. ما هي مخاطر الحطام الفضائي، وهل هي بس بتؤثر على الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء ولا ممكن تسقط على الأرض؟ لا طبعا، يعني الحطام الفضائي هو أساسا احنا بنقول أي برنامج فضائي سواء قمر صناعي أو الصواريخ الحاملة الأقمار الصناعية عند إعادتها للأرض مرة ثانية بمركز التحكم فيها، هنا في أكثر من احتمال ليها أو للمخاطر بتاعتها، إنها أثناء اختراقها للغلاف الجوي للأرض تتفتت وتسقط لو سقط على منطقة يعني مسكونة أو مأهولة بالسكان. دي مخاطرها لان يعني شظيه صغيره من حطام فضائي بتعمل مفعول قنبله كبيره. وحاليا يمكن الجزئيه دي التقدم التكنولوجي اصبح هناك امكانيه لصناعه تلك الصواريخ من مواد عند اختراق الغلاف الجوي للارض، اختلاف درجات حراره الضغط بتتفتت الى يعني حاجات بسيطه جدا تقلل خطورتها. لكن الخطوره الثانيه ان الحطام الفضائي ده اثناء وجوده في الفضاء بيصبح دون تحكم، احتماليه اصطدامه باي من الاقمار الصناعيه العامله عاليه جدا، ودي الخطوره الماليه الفادحه. يعني اي برنامج من برامج فضائي بيكلف ملايين الدولارات، فاصطدام اي جزء بيه طبعا يعني بيعتبر كارثه للمشغل او للجهه صاحبه هذا البرنامج الفضائي. ولذلك مهم جدا التعاون، والفكره رصد تلك الاجسام مش بس من نقطه واحده، مطلوب التعاون في أكثر من مكان على مستوى الأرض بحيث يستمر المتابعة والمراقبة على مدار الساعة لحماية برامج الفضاء وحماية الأرض. طبعا هناك في حطام فضائي أو أجسام فضائية أو أقمار صناعية بيفقد السيطرة عليها وتخرج بعيدا، وعندنا نموذج لقمر صناعي من ماليزيا، وده طبعا يعني تأثيره على برامج الفضاء العاملة في المجال البعيد زي المريخ وحاجات زي كده، دي بتكون أخطر لأن دي تكون تكلفها فعلا باهظة. يعني شكرا جزيلا دكتور جهاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. خلينا نفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، ايه اذاعتك المفضلة؟ ايه برنامجك المفضل ومذيعك المفضل في الاذاعة المصرية القديمة؟ ناخد تعليقات يا شاذلي. نبتدي التعليقات. اسامة هلال بيقول كان زمان سنة 90 اذاعة القرآن والساعة 6 او 7 بريد الاسلام. طبعا جيجي واصف بتقول انا كنت بحب برنامج الصبح بيدي طاقه ايجابيه، احلى برامج في الاذاعه برنامج طريق السلامه وكلمتين وبس وحكايات ابله فضيله وطريقتها في سرد الحكايات حقيقي كانت تدرس. اميره هشام بتقول اذاعه القران الكريم ونس في البيت وصباح الخير يا مصر. أم كريم أسامة بتقول صباح الخير عليكم، بحب أسمع دايما برنامج كلمتين وبس بيقدمه فؤاد. طب احنا أستاذ فؤاد المهندس، طبعا احنا عندنا إجماع على رباط البيوت كلمتين وبس و ساعة القلبك. ازاي ناسين ساعة القلبك؟ انتوا ازاي ناسين ساعة القلبك يا جماعة؟ افتكروا كده وقولوا لنا. كمان في كمان بيقول بصبح على حضراتكم من كفر الشيخ، صباحك فل أستاذ علي عادل، راديو يعني إذاعة القرآن الكريم صباحا وكل سنة وانتم طيبين. راديو يعني انت قاعد بتتفرج على الماتش في الاستاد وحاطط الراديو على ودنك او ماسك السماعة بعد ما بقينا بنحط السماعات تسمع إذاعة الشباب والرياضة والتعليق على الماتش وانت قاعد بتتفرج على الماتش. صحيح. وبعدين لو بنفتكر زمان بقى ايام الراديو الكبير، فاكرين الراديو القديم بتاع زمان ده اللي كان بباب واحد؟ فترة انت وبعدين الراديو الترانزستور الصغير ده لما طلع بقى كان طفره، ده بقى كان طفره بعد باب بيتعمل فيه، ما هو كان بقى كاسيت بقى وبقى فيه باب صغير كده للشريط. كان عندنا راديو راديو ده ايام زمان قوي بقى ده. كان عندنا راديو قديم ولو مكان ما بيتحركش طبعا. يعني احنا اللي بنتحرك والبيت اللي نلف حواليه، لكن الراديو ما يتحركش من مكانه. طيب على كل دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهارده، ذكرياتك مع الاذاعه والراديو، في انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم. لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا.
اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة لتجهيز الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري، وبيسعى إيهاب جلال لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل تحفظهم طريقة اللعب أمام سيراميكا. المنتخب الوطني الأول للرجال الريشة الطايرة فاز على المنتخب الأوغندي بنتيجة 3-0 في مستهل مشوار المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة أفريقيا والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 37 على التوالي ورقم 195 في تاريخه. الاتحاد المصري للسلاح أعلن تواجد زياد السيسي لاعب منتخب سلاح السيف في المركز الثالث عالمياً والخامس على المستوى الأولمبي، بينما تواجد محمد حمزة في المركز الثالث عالمياً في سلاح الشيش والأول على المستوى الأولمبي. فريق طرابزون سبور حقق فوز مهم على هاتاي سبور بنتيجة 2-0 في الجولة 25 من الدوري التركي. أحرز هدفي طرابزون محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 ويرادي في الدقيقة 77 من عمر المباراة اللي أقيمت امبارح في طرابزون. بيحتل طرابزون المركز الثالث مؤقتا برصيد 40 نقطة، بينما تواجد هاتاي سبور في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري التركي. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن التشكيل المثالي لبطولة كأس آسيا 2023 واللي توج بها المنتخب القطري. ضم التشكيل المثالي لبطولة كأس آسيا 8 لاعبين عرب، منهم 4 بمنتخب قطر ولاعبان بالأردن ولاعب واحد من كل من منتخبات السعودية والعراق، كما تواجد لاعب واحد من إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا. رابطة الدوري القطري أعلنت التشكيل المثالي لشهر ديسمبر الماضي، وجاء حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني ونادي الوكرة القطري ضمن التشكيل الأفضل لشهر ديسمبر. نادي ريال سوسيداد الإسباني أعلن تجديد تعاقده مع النجم الياباني كوبو حتى عام 2029، وده في البيان الرسمي اللي نشره النادي. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لمنة وشاذلي واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هالة. طبعا ما في شك انه في استعدادات كبيرة جدا وعلى اعلى مستوى بتتم لانطلاق بطولة منطقة القاهرة للسكواش واللي هتتلعب كمان يومين. بطولة بتعتبر من اقوى بطولات الموسم بعد طبعا بطولة الجمهورية، بيشارك فيها عدد كبير من اللعيبة وبتكون فرصة كبيرة لدعم وتشجيع الناشئين والمتسابقين. خلينا نتكلم اكتر عن البطولة، ايه الجديد اللي هتقدمه السنة دي، ازاي هيكون شكل وخريطة المنافسات فيها، كل ده هنعرفه من ضيفنا المهندس اشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للسكواش. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. بطولات المناطق بتبقى بطولات قوية، بتبقى فرصة كويسة قوي بالذات للمنتخب انهم او للكشافين يعني انهم يعرفوا يشوفوا اللاعبين. منطقه القاهره السنه دي البطوله هيبقى شكلها ازاي؟ متخيل ان ايه اللي ممكن يحصل؟ طيب الاول صباح الخير على حضراتكم. اهلا وسهلا. مظبوط، منطقه المناطق عموما هي اقوى بطولات بعد بطوله الجمهوريه، ده المفروض. بطوله منطقه القاهره الحمد لله السنه اللي فاتت والسنه دي هي اكبر بطوله في الموسم، الموسمين على التوالي الحمد لله. خلينا نقول كذا نقطه. النقطة الأولى إن إحنا لما جينا نعمل السنة دي بطولة المنطقة قلنا إحنا عايزين نبدأ من حيث انتهينا السنة اللي فاتت، ما نبقاش بس بنعمل نفس اللي عملناه السنة اللي فاتت. الحمد لله السنة اللي فاتت كان نجاح مبهر، قلنا مش عايزين يبقى نفس اللي حصل السنة اللي فاتت، عايزين نعمل علينا نجاحات جديدة ونشوف أفكار جديدة. قسمنا شغلنا إن إحنا شايفين إن كل اللعبة بتدور في حوالين حاجة واحدة اللي هو لاعب السكواش. لاعب السكواش بيحتاج كلنا بنسيرف عليه، بنسيرف عليه من 4 محاور أساسية. المحور الأساسي هو إن أنا أوفر للاعب ملاعب جيدة تصلح ان هو يبقى مركز في لعبه، تحافظ على سلامته وامانه جوه الملعب اثناء الجيم. بالتعاون مع نادي الزهور، وانا بشكر احنا السنة دي عاملينها في نادي الزهور مدينة نصر واستاد القاهرة نفس اللي حصل السنة اللي فاتت، ونادي الزهور بصراحة بالكامل بقيادة المستشار محمد دمرداش جدد ملاعب الزهور بالكامل كأنها لسه جديدة معمولة النهاردة. الاستاد
وده برضه يعني لسه ما اعلنش عنه في اي حته ثانيه، اول مره يعلن عنه. تم تجديد المجمع بالكامل، ويمكن من سنين لا كان كشط الارضيات ولا كانت دهنه الحيطان ولا كان المجمع بالكامل. اللي هيروح النهارده مجمع الاسكواش هيلاقيه كانه لسه معمول منذ انشائه. فاحنا ده اول محور احنا راعيناه جدا، ان احنا نراعي جوده الملاعب. ثاني محور ان انا لازم اوفر للاعب، وده عنصر اساسي جدا في اللعبه، الحكم. فاحنا عاملين على هامش البطوله دور التحكيم لادخال من 25 ل 35 حكم جديد في منظومه التحكيم. دول هيبقوا للاتحاد المصري بالتعاون مع الاتحاد المصري والاستاذ عاصم خليفه، ان احنا نزود عدد الحكام في منظومه التحكيم. ثالث محور اشتغلنا عليه اللي هو ان انا احافظ على اللاعب لا قدر الله من الاصابات. فاحنا مع الدكتور حسن كمال، دكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه الاولمبيه وواحد من عالم الطب الرياضي في مصر، هنعمل محاضرتين عن الطب الرياضي ازاي اللاعب يحافظ على نفسه، وازاي ان انا لا قدر الله في حاله الاصابه يعمل له ريكفري. دور محاضرتين مفصلين برضه هيتعملوا في نادي الزهور. رابع محور ان الجزء الطبي بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد، احنا عاملين مستشفى ميداني بالكامل فيها كشف. مستعدين مستعدين مش بس مستعدين، احنا عاملين كشف قلب وبطنه لكل اللعيبه المشاركين، ده فور فري. وكل اولياء الامور او الساده الجمهور اللي هيبقوا حاضرين ليهم ممبر شيب فور فري في دار الفؤاد عشان يتعمل تشيك اب عليهم من بعد شهر 3. فدول الاربع محاور اللي احنا شفنا ان احنا مغطيين فيهم اللاعب بندور حوالي فيهم. طيب هل نقدر نقول ان هذه البطوله منطقه القاهره بتؤهل للمنافسات على مستوى الجمهوريه، يعني زي باقي الالعاب يعني؟ كويس. وليه هي منطقه يعني اللي هي بطوله مناطق زي ما حضرتك قلت ان هي بطولات المناطق، ليه مش محافظات زي مثلا باقي الالعاب وفي الاخر بتؤهل الى بطوله الجمهوريه يكون في منافسه على مستوى الجمهوريه، ده المركز الاول على مستوى الجمهوريه؟ مظبوط. طيب احنا عندنا في الاسكواش الوضع مختلف شويه، احنا البطولات عندنا متقسمه، كل في نوع من البطولات زي بطولات المناطق البوينتس بتاعتها بتبقى اعلى شويه، اللاعب لما بيشارك في البطوله ويكسب فيها بيحقق مجرد مشاركته فيها وبعدين بيكسب ماتش واثنين وثلاثه بياخد بوينتس اعلى شويه من بطولات الانديه. الانديه ان نادي اكس او واي زد منظم بطوله، اللاعب بياخد بوينتس بس اقل في البوينتس بتاعتها اللي اللاعب بيستفيد بيها في الرانك بتاعه. وبعدين كل شهر بيتعمل اعاده ترتيب للرانك حسب كل لعيب الرانك بتاعه كام، 1000 في 1500 في 3000، شوف نرتب اللعيبه وبعدين نشوف بيزد عليها بيترتب مين رقم واحد مين رقم اثنين مين رقم ثلاثه لحد ما نوصل مثلا ل 64 او 128 حسب اللعيبه اللي في الاخر. طيب في بعض الاحيان بيبقى فيه مشاركات على طول ما بتبتديش باول دور، بنبقى فيه في 16 و8 في بعض الالعاب الفرديه الثانيه، هل ده متاح في السكواش حسب الرانكينج بتاعي نبتدي بال 32 16 و8 فيلي؟ هل ده متاح في السكواش زي بعض الالعاب الفرديه الاخرى حسب البوينتس بتاعتي وحسب الرانكينج بتاعي؟ مظبوط، ممكن يخش باي ما يبقاش بيلعب من اول دور يبقى بيلعب من ثاني دور او ثالث دور. مظبوط، ده متاح في السكواش. ده متاح طيب. كمان في الفئات السنيه الصغيره؟ مظبوط، متاح في الفئات السنيه الصغيره. طيب السن كام اللي بيشارك في هذه البطوله؟ طيب احنا عندنا السنه دي مراحل بادئين 11 13 15 17 19 23 رواد، سوري عمومي، رجال وسيدات، يعني كل ده اولاد وبنات من اول 11 سنه لحد العمومي. المراحل يمكن اللي مش موجوده عندنا السنه دي وده برضو ما كانش موجود قبل كده، في مرحله الرواد فوق 35 سنه و 45 سنه ما بقاش موجود في منظومه البطولات في الموسم ده. بس احنا برضو بالتعاون مع نادي الجزيره احنا عاملين بطوله على هامش بطوله منطقه القاهره اللي معموله في الاستاد ونادي الزهور، عاملين بطوله ل 35 و 45 سنه، فوق 35 وفوق 45. وعاملين فيها حاجه جديده كمان، بطوله دبل، او ما اتعملش بطولات دبل قبل كده، دبل يعني 2 على 2، ده ما اتعملش قبل كده، عاملينها برضو دي موجوده في نادي الجزيره. والفاينلز بتاعتها كلها بتاعت كل البطوله اللي في الاستاد او اللي في الزهور او اللي في الجزيره، الفاينلز كلها هتتلعب على ملاعب بيلعب فيها الابطال السابقين اللي لعب. ابطال سابقين، لعيبه سابقين، مدربين حاليين، اي حد مفتوح لاي حد حابب يشارك فيها. طيب التقسيمه هتكون ازاي؟ مين هيلعب في الزهور ومين هيلعب فندم؟ سؤال صعب قوي. مين هيلعب في الزهور؟ مين هيلعب في الاستاد او في المجمع؟ يعني التقسيمه هتكون موجوده ازاي؟ هل ممكن يبقى في مباريات هنا ونكمل فيهم تاني في مكان اخر؟ طيب احنا لو خدنا النموذج السنه اللي فاتت مثلا، السنه اللي فاتت كنا عاملين الولاد كلها مراحلها في الاستاد، وبقيه الفاينلز بتتلعب كل المراحل تيجي في الزهور نادي الزهور. بس احنا النهارده هيتحط الدرو بيتقاس فيه كذا نقطه، عدد اللعيبه اللي شاركت، عدد الملاعب المتاحه، هنبدا من الساعه كام، لان احنا بنحاول نراعي شويه ان ما نبداش في معظم الايام، ما نبداش من بدري قوي عشان اللي عنده مدرسه او اللي عنده جامعه او يبقى عنده افيلابيلتي انه ممكن يروح جزء او عنده امتحان الصبح يروح ويرجع. الرواد معانا كمان عندهم شغل، وفي ناس عندها شغل، بس احنا بنبقى متفرغين وقت البطوله. واحنا كمان عاملين باص بين الزهور والاستاد يودي كل نص ساعه عشان نسهل الترانسبورتيشن، سواء بيرنت عنده ولد وبنت بيلعب هنا وهنا، مدرب بيعمل كوتشنج هنا او هنا،
عظيم. حضرتك بتتكلم عن التجهيزات واعمال التطوير اللي تمت في الملاعب، الموضوع ما كانش سهل على الاطلاق. يعني احنا معانا مجموعه من الصور دلوقتي هنعرضها على الشاشه للساده المشاهدين عشان نشوفوا اعمال التطوير اللي تمت بالفعل في الملاعب دي في استاد القاهره، وزي ما حضرتك ذكرت نادي الزهور كمان في اعمال تطوير كبيره تمت في الملاعب، حتى ان اللي يشوفها يقول ان الملعب ده جديد مش بيتم تطويره او كده، لا الملعب جديد تحس ان هو لسه معمول. مظبوط. طب احنا شايفين قد ايه الشغل وقد ايه التطوير اللي بيحصل. عايزه افكر بقى مع حضرتك، لو لاعب عنده ماتش في الزهور بعدها هيكمل ماتش في الاستاد او العكس، هيبقى الاثنين في نفس اليوم، هيبقى في وسيله نقل، حضرتك اتكلمت عن الاوتوبيس اللي هيبقى يكون موفر للاهالي، لكن هل هيبقى في حاجه موفره للاعبين او وارد ان لاعب يلعب ماتشين في نفس اليوم في مكانين مختلفين؟ طيب لا، هو وارد اللاعب يلعب ماتشين نفس اليوم بس مش هيبقوا في مكانين مختلفين. هو ممكن يلعب في مكانين مختلفين في يومين غير بعض، بس هو الاستاد هيبقى اول 6 ايام من الخميس، هنلعب لمده 6 ايام في الاستاد، بعدها كل المراحل هتتنقل الفاينلز بتاعتها السيمي فاينلز والفاينلز في ملاعب نادي الزهور. التجهيزات اللي حصلت في الملاعب دي وفق المعايير الدوليه طبعا. يعني ممكن يتلعب فيها مباراه دوليه. مظبوط، سواء اللي في الاستاد او اللي في نادي الزهور. بس يعني هو ده ما كانش هيحصل الا بتعاون اطراف كتير. بس يبقى الامور واضحه، احنا في لستة طويلة عريضة ممكن نشكرهم بالاسم، مش بالاسم الهيئات او الجهات، ممكن نتكلم عن الجهات مثلا اللي تعاونوا. يعني نادي الزهور يعني واقف في ظهرنا 24 ساعة، مستر محمد البداش ومجلس الإدارة بالكامل، عشان بس لو قلناهم واحد واحد هنقعد مش هنخلص الحلقة. فمن غير ان يبقى في هيئة او جهة بتسبورت معاك زي الاتحاد المصري سكواش استاذ عاصم خليفي او زي نادي الزهور مستر محمد البداش، ما كانش كل ده هيحصل. في اطراف كتير ساعدت معانا، لجنه المسابقات وليد منظور، التحكيم كابتن عباس قعود، في اطراف كتير ساعدت معانا. بس هي اطراف تكملت مع بعض عشان الصوره تطلع بالمنظر ده، مش احنا لوحدنا، احنا بنفكر وبنحط بلان، بس بنبقى محتاجين اطراف اخرى تسبورت معانا في تنفيذ البلان. واحد من مميزات الاتحاد الزخم اللي موجود في البطولات، وان في طول الوقت بطولات شغاله وبطولات قويه وكلها على نفس المستوى ان لم تكن يعني متقاربه. بطوله البورسعيد بطولة بورسعيد يعني ميعادها ما بقاش هو القائم فيه، اتأجلت. اللعيبه بقى المفروض كانت هتلعب في بورسعيد، هل هيشاركوا معانا في بطولة منطقة القاهرة؟ العدد زاد عليكم؟ الضغط زاد؟ عملتوا ايه في الجداول؟ ترتيب الناس المسافرين هتبقى عاملة ازاي؟ مؤجلات بقى زي كرة القدم كده. لا مؤجلات موسم 32. مظبوط. طيب احنا كان المفروض ان احنا بطوله منطقه بورسعيد كانت هتبقى معانا في نفس التوقيت، بس ديو تو ان هم طلبوا الغاء البطوله، فاللعيبه فعلا بتاعتهم احنا مدينا الاشتراك عندنا يوم، مدينا التسجيل في البطوله عندنا يوم زياده اللي هو لحد امبارح، احنا كان المفروض التسجيل هيقفل عندنا اول امبارح. لما حصل الغاء بطوله منطقه بورسعيد مدينا عملنا اكستنشن للريجستريشن عندنا يوم كمان عشان لعيبه بورسعيد اللي حابب اللي خرج من البطوله حابب يجوين عندنا يجوين عندنا، والتسجيل اتقفل عندنا امبارح الساعه 3 ولعيبه اللي حب منهم يجوين عندنا دخل عندنا، فاحنا برده السنه دي لتاني موسم على التوالي اكبر رقم في البطولات المحليه. لا بس قولي اعداد 1400 ما شاء الله، واحنا كان 1400 بدون رواد بدون الرواد بدون الرواد، واحنا كان قبل الغاء بطوله بورسعيد كان العدد تقريبا معانا رقم ما كانش تقريبي. رقم اكيوريت اللي ما كانش لسه التسجيل اتقفل، لا كان اتقفل هنا ولا كان كل الناس سجلت لسه هناك، هو ما بنقولش رقم اكيوريت لما التسجيل يقفل. طب التنظيم بيتم ازاي بقى؟ انت هتبتدي الساعه 9 الصبح؟ طيب ما ده سؤال سؤال هنحكي عليه النهارده. و1400 العدد كبير مش قليل. مظبوط، على 11 ملعب، احنا عندنا 5 ملاعب في نادي الزهور وخمس ملاعب في الاستاد وملعب جلاس كورت في الاستاد، فكل توتال عدد الملاعب اللي عندنا 6 ملاعب. بالمناسبه جلاس كورت برده كان من اول مره يتلعب عليه عندنا برده في منطقه القاهره، اول مره يتلعب عليه عموما. جلاس كورت اللي هو الملعب الازاز اللي في الاستاد السنه اللي فاتت برده مع الاتحاد اتجدد بالكامل. فده لان ولادنا لما بيسافروا يلعبوا في بطولات دوليه ما بيلعبوش غير على ملعب جلاس كورت، فكان مهم جدا واهتمينا بالحته دي. النهارده ان شاء الله كمان ساعتين بالظبط كده لحد بقى صخره، النهارده وضع الجداول الدرو. حط كل الاحتمالات الممكنه زي ما حضرتك سالتيني من شويه، هل هتعملوا زي السنه اللي فاتت مراحل تبقى هنا ومراحل هنا؟ السنه اللي فاتت قسمنا ولاد في مكان وبنات في مكان، السنه دي وارد يبقى في ميكس ماتشات مراحل، بس ناخد بمراحل مش بالفئه مش بالولد والبنت، لا ناخد مثلا 11 و13 في جزء والباقي يبقى جزء ثاني، هيبان النهارده بنقعد نحط حلول كتير ونشوف الاوبتيمم في الاخر ايه. طيب من مميزات لعيبه السكواش او لعبه السكواش ان دايما في تواصل اجيال، نجوم السكواش مش بعاد خالص عن لعيبه السكواش، وتلاقيهم حتى في التمرين واقف بيعملوا عادي جدا بمنتسوة. متوقع بقى حضور اسامي كبيره من لعيبه السكواش؟ ان شاء الله. انتوا حتى شفتوا لو متابعين البيج عندنا في ابطال عالم رقم 2 هانيا وفارس رقم 15 منزلين سبورت للولاد ان هم بيحفزوهم يخشوا. احنا شايفين اهو وده احد مظبوط.
وهي بتدعم المشاركين في المسابقه. بتدعم البطوله، لان البطوله دي هي من اقوى، مش من اقوى، هي اقوى بطوله المفروض بعد بطوله الجمهوريه. بس عدد اللي بيشاركوا فيها اكتر شويه، بقى لنا سنتين اكتر من الجمهوريه. فالبطوله واخده زخم، مع متهيأليش ان في بطوله تانية محليه بيحصل فيها كل الاكتيفيتيز اللي بتحصل في بطوله منطقه القاهره. اللي بيشارك فيها بس من ابناء القاهره؟ ده لا، الجمهوريه كلها. يعني هي اسمها بس هي اسمها بطوله منطقه القاهره، لانها بتخضع لتنظيم مجلس الاداره بتاع منطقه القاهره. انما مفتوحه لكل انديه مصر، كل المحافظات عايز يجوين فيها يجوين. عظيم. طيب ده يخلينا نسال بقى، هل المحافظات والاقاليم والمحافظات البعيده شويه عن القاهره بيجي منها لعيبه سكواش؟ طبعا بيجي، بس في محافظه يعني مثلا زي اسكندريه معروف دي اكبر محافظه بعد القاهره بيجي منها لعيبه. يجي بعد كده شويه بورسعيد، يجي محافظات اخرى، بيجي طبعا، بس الكثافه الكبرى طبعا القاهره رقم واحد، اسكندريه رقم اثنين. طيب احنا دايما بنبقى عيننا على قدام شويه، الاولمبياد جاي، احنا عندنا بطوله دلوقتي تساعدنا ان احنا نضخ ناشئين، ان احنا نسابورت ناشئين او ندعمهم بحيث ان احنا يبقى عندنا فريق تاني وتالت ورابع واجيال بتسلم اجيال. طيب انت حضرتك قلت كلمه كويسه من شويه على ان احنا في دايما تواصل بين الاجيال، سواء اللي موجودين حاليا اللي هنقول ان هم بقوا في مراكز اداريه او في مناصب اداريه للعبه، او الابطال الحاليين او الاجيال الجديده اللي بتطلع. ما بتحسش ان بتحس ان في سهوله في تسليم وتسلم البطولات الدوليه. انت اخر بطوله بريتش اوبن البطوله الدوليه مصر واخده 100% من المراكز كلها، 100%، مفيش دوله خدت حققت قصادك انها تاخد مركز من المراكز بتاعتك، وده ما حصلش قبل كده ان دوله في العالم تبقى كده. فمصر مهيمنه على رياضه الاسكواش في العالم. من المنطلق ده احنا عملنا السنه اللي فاتت، مصر عملت السنه اللي فاتت بطوله مصر الدوليه، دي كانت اول مره تتعمل عشان ما يبقاش احنا اصحاب اللعبه او احنا المهيمنين على اللعبه وما عندناش بطوله بتاعتنا، العالم هو اللي يبقى جاي عايز يلعب معانا. فاحنا السنه دي عندنا بطوله مصر الدوليه في شهر 8 ان شاء الله، تتعمل من 7 ل 11 اغسطس. اعلنا عنها السنه دي بدري على البيج بتاعتنا، وبدانا وتواصلنا مع الاتحادات الاوروبي والاتحاد الامريكي، وبلغنا البطوله تبقى امتى، والريجستريشن بتاعها هيتفتح قريب، وهنبدا نشتغل بقى على السبونسرز وعلى شغل الماركتنج. هناخدها ان شاء الله دي ان شاء الله. مش معقول تكون على ارضنا واحنا متفوقين في اللعبه. مظبوط، يبقى اكيد البطوله دي. مظبوط. طيب السنه دي محطوط لها بلان مختلفه شويه، انها ان شاء الله تبقى احسن بكتير، حاجه تليق بالسكواش المصري. طيب واحنا بنتكلم عن التواصل بين الاجيال، هل ده سبب حب الاجيال الجديده والنشء الصغير لهذه اللعبه؟ بص، هو ما حدش ينكر ده اكيد احد الاسباب. يعني حضرتك مثلا لو ممكن رحت الاستاد في اي وقت، وارد جدا تلاقي حد من ابطالنا العالمين بيتمرن في ملعب من الملاعب، وولد صغير عنده 11 سنه بيتمرن في الملعب اللي جنبه. فاكيد ده بيعمل له موتيفيشن وحافز ان انا عايز ابقى في يوم من الايام انا كمان اطلع ابقى رقم 2، رقم 10 على العالم، رقم 5، حابب العب مع البطل ده، اتصور معاه، حابب اسمي يبقى زيه. فطبعا ان انت شايف قدامك نموذج ناجح اكيد بتحفز الولاد الصغيرين، هم حابين يبقوا زيه. بصراحه النجوم بتاعنا او الابطال بتوعنا كلهم بيحفزوا جدا الولاد الصغيرين، بيبقوا فرحانين بيهم، وممكن يقف يعمل عليه كوتشنج بحاجه معينه، يساعده في حاجه معينه. لو حد من الصغيرين طلب يلعب معاه جيم فور فان ما بيقولوش لا، بيساعده. فالروح دي في الاسكواش احد اسباب نجاحه عندنا في مصر بصراحه. طيب احنا يعني خلاص وقتنا بيخلص، لكن عايزه، احنا شفنا كام فيديو كده سريع في دعم للاعبين، لكن مين ممكن يكون بقى من الابطال الكبار هيكون بيلعب في البطوله؟ شفنا في التسجيل ولا لا بيلعب في البطوله؟ مش هعرف اقول لك دلوقتي، لحد ما هنراجع الاسماء النهارده نشوف حد مين راجع دخل منهم ومين دخلش. 1400 لاعب اكيد مش عارف حافظين ال 1400 كلهم، بس في مثلا حد زي مش لاعبين حاليين، يعني في اسماء كبيره هتبقى موجود، يعني رئيس الاتحاد هيبقى موجود في البطوله لحد تكريمها. احنا باعتين دعوه لمعالي الوزير اشرف صبحي انه يشرفنا بحفل الختام بتاعه، احنا بنعمله بشكل مختلف شويه. كابتن كريم درويش هيبقى موجود ان شاء الله نائب رئيس الاتحاد الدولي، مهندس امن الطرابلسي، الاتحاد، يعني في اسماء كتيره قوي وكبيره قوي، لو قعدنا نقول اسماء المشاهير عندنا في السكواش مش هتخلص. اكيد سعدنا بوجودك النهارده. شكرا. انا اسعد. المهندس اشرف الخولي رئيس منطقه القاهره للسكواش، نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شرفت بكم جدا. شكرا. مشاهدينا مع موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يلتقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودغيان بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن يعقد الطرفان جلسة مباحثات ثنائية حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تتواصل يوميا من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة حركة عبور الشاحنات التي تنقل المساعدات للقطاع. هذا ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة مساعدات تحمل آلاف الشحنات من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري. وكان طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قد شهد صباح اليوم اصطفاف القافلة استعدادا لانطلاقها إلى المعبر. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد يؤدي إلى فترة من الهدوء في غزة تستمر 6 أسابيع على الأقل. وخلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال بايدن إن واشنطن ستعمل بجدية من أجل السلام والأمن والكرامة لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. من جانبه أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحرب على قطاع غزة التي تعد واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر. وأعلن الملك عبد الله في تصريحات صحفية مشتركة عقب القمة التي عقدت في البيت الأبيض بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم الآن، مشددا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. دعت الصين سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. وكان المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لا تمنع إسرائيل من دخول رفح لكن تطالبها بحماية المدنيين، وشدد على ضرورة دعم وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح من جانب الطرفين في غزة. وقال خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تريد أن تتوقف الحرب في غزة، وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع المحتجزين وإدخال المساعدات، مؤكدا أن الهدنة الإنسانية الممتدة يمكن أن تمهد لنقاشات تفضي لحل النزاع. أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن قلقها إزاء احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، وحذرت من أنها لن تكون قادرة على إدارة عملياتها بشكل فعال وآمن في المدينة إذا هاجمها جيش الاحتلال. وذكرت الوكالة أن الوصول إلى التجمعات السكانية المعزولة شمال وادي غزة ما زال يمثل تحديا، وفي الفترة ما بين الأول من يناير والخامس من فبراير لم تصل سوى 10 بعثات شاملة للأونروا إلى شمال وادي غزة من أصل 35 بعثة كان مخططا لها الدخول لغزة. قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف لإنهاء المواجهات مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين، وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود. تهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود، ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع العدوان على غزة. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بأكثر من 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، متجاوزا عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام. وبدعم أمريكي يصر الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني باجتياح مدينة رفح الفلسطينية التي يتكدس فيها حاليا ما بين 1.4 من عشرة إلى 1.7 من عشرة مليون نازح فلسطيني من كل أرجاء قطاع غزة. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. واحنا بنحتفي باليوم العالمي للإذاعة ضروري نتكلم عن الوسيلة الإعلامية المهمة اللي عمرها عدى 100 سنة، وبرضه برغم كل ده
لسه محتفظة ببريقها وكأنها بتتحدث الزمن. ممكن يكون السبب ده هو ارتباط المستمعين بالمحطات الإذاعية، ممكن يكون الارتباط بالمحتوى البرامجي اللي بيكلم كل الناس وفي أي مكان. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن اليوم العالمي للإذاعة معانا طبعا ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الإذاعي الكبير الأستاذ محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام. صباح الخير عليك يا أستاذ محمد. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. أهلا بيك وحضرتك طيب يا فندم وبخير دايما. لما نيجي نتكلم عن الإذاعة المصرية من 34 لحد دلوقتي لعبت دور مهم جدا في مواقف كتيرة ما كانش لسه حتى التلفزيون ظهر. مفيش شك ان الإذاعة ليها تأثير كبير جدا في وجداننا كلنا، كانت الوسيلة الوحيدة اللي موجودة وبنقدر نعرف من خلالها الأخبار وفيها برامج متنوعة وده المهم. في البداية نتكلم عن مراحل تطور الإذاعة المصرية لحد ما وصلنا للعصر الحالي. أنا ممكن أرجع بيك لقبل 34، يعني لما احنا نقول 100 سنة إذاعة أو الاحتفال بمرور 100 سنة على الإذاعة، الإذاعات نشأت في العشرينات. الإذاعات نشأت في أوروبا وفي أمريكا سنة 20 وفي أوروبا كلها من 22 وإحنا طالعين. في مصر الإذاعة كانت موجودة سنة 26 بس كانت إذاعات أهلية، يعني إذاعات مش إذاعة حكومية. فعلشان كده لما نقول 100 سنة إذاعة إحنا كنا مواكبين وكان عندنا إذاعة من سنة 26 لحد كانت الإذاعة هدفها بقى اللي أنت بتقول عليه كان هدفها كوميرشال أو هدفها اقتصادي، يعني كانت إذاعات خاصة تجارية. لما جت الحكومة أعلنت الإذاعة الرسمية لمصر سنة 34 دي أول إذاعة عربية، أول إذاعة في المنطقة العربية كلها سنة 34، بعدين كانت إذاعة العراق سنة 36. كان الهدف هو الإعلام مش التجارة أو الهدف التجاري، كان هدف إعلامي تثقيفي ترفيهي، وهو ده الشعار اللي حطاه الأمم المتحدة السنة دي اللي هو الإعلام والتثقيف والترفيه. لما نيجي نقول 100 سنة إذاعة أو أكتر بكتير زي ما حضرتك بتقول، إحنا ليه لسه كل بيت فيه راديو ولسه بنسمع راديو في العربيات على الموبايل على التلفزيون برضو بنبقى فاتحين قنوات الراديو؟ فأنا عايز أعرف ليه إحنا لسه مرتبطين بالراديو؟ هي الوسيلة الوحيدة اللي أنت ممكن تسمعيها بدون تدخل، يعني انت وانت قاعده في عربيتك بتشغلي الراديو بتعرفي الدنيا فيها ايه، بتعرفي الاخبار فيها ايه، ما فيهاش مجهود، هي بتعتمد على المتلقي بس. المتلقي انا بفتح الراديو اللي بيشدني للراديو ايه، يعني ايه اللي هيخليني افضل اسمع اذاعه، انتماءاتي، اتجاهاتي، انا عايز اعرف اخبار، عايز اسمع اغنيه، عايز اعمل اسمع حاجه انا بحبها، عايز ارجع لحاجه في نوستالجيا، يعني حاجة قديمة أسمعها. الراديو كان مرتبط معايا بحاجة، كان الراديو مرتبط مع الناس بحاجات كتير، يعني أنت تلاقي نفسك في وقت معين كنت بتسمع حاجة معينة بتحن لها. صحيح. فهو ده هو ده اللي بيربط الناس بالراديو، مش محتاج إن أنا أقعد قدامه زي شاشة التلفزيون، مش محتاج إن أنا انتراكتيف معاه زي وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، مش محتاج ده كله. طيب بالنسبة لحضرتك ايه ذكرياتك مع الراديو زمان وبدايه دخولك لهذا المجال؟ انا دخولي لهذا المجال كان صدفه، يعني انا مخرج واشتغلت في الدراما وقدمت في مسابقه، كنت ايامها بعمل ماجستير في السيكودراما في الصحه النفسيه، انا الدكتوراه بتاعتي الصحه النفسيه. فكان انترست ليا ان انا اشتغل في الدراما او اخش الدراما، قدمت في مسابقه واتفاجئت ان انا نجحت، يعني دخلت الاذاعه، اشتغلت في الدراما في الاذاعه، عرفت بقى كل اشكال البرامج الاذاعيه، البرامج الوثائقيه، البرامج المنوعات، كل الريبورتاج الفيتشر، كل اشكال البرامج. الكتابه ليها بتختلف عن البرامج للتلفزيون؟ انت لما تكتب للاذاعه انت بتكتب لحد بيسمع بس، يعني ما بيشوفش، يعني فانا لما اكتب لازم اشدك في الكتابه، في كل كلمه بتتكتب في الاذاعه لازم تبقى انت مشدود لها للاخر عشان ما تهربش، عشان ما تروحش، عشان تقعد تسمع، لازم يكون السسبنس ده موجود في كل حاجه، في اي شكل من اشكال البرامج الاذاعيه، ان كان دراما، ان كان فيتشر، ان كان ريبورتاج، اي شكل. التلفزيون انا ممكن تقعد لحظه صمت دقيقتين ثلاث دقائق ما فيش فيها مشكله، الاذاعه لحظه الصمت الثانيه فيها بتفرق. طيب فكره ان احنا بنبقى قاعدين وكل الايقاع سريع، يعني مهما كان البرنامج طويل في الراديو، وان كان ما فيش حاجه اسمها برامج طويله يعني في الراديو، لكن الايقاع سريع، لازم تكون حاجه فاصلة حاجه، ما ينفعش حد يكون قاعد بيتكلم بس في الراديو. الايقاع السريع ده هو اللي بيخليها مكمله معانا.
الايقاع والريتم اللي موجود. بس انا بسمع ايقاع سريع امتى؟ يعني انا في وقت برايم تايم بسمع فيه الاذاعه مسموع قوي، وقت العصر، وقت الظهر الايقاع لازم يبقى سريع. لو انا بقول قصيده بشتغل بالليل الريتم بطيء، بس ايقاع الاذاعه انت ما فيش ثانيه، يعني ما فيش يسكت، ما ينفعش اسكت، ما ينفعش. مع تطور وسائل الاعلام ظن البعض انه من الممكن ما نشوفش اذاعه، او مع الوقت التلفزيون هيختفي، الا اننا وجدنا ان الاذاعه بتخترق هذه المجالات، بتخترق المنصات الالكترونيه، بتدخل على الانترنت، فده بيؤكد بان الاذاعه قويه، يعني كانت قويه وما زالت قويه وهتفضل قويه، لان هي قدرت ان هي تخترق الوسائل الجديده وتدخل في الوسائل الجديده والمنصات الحديثه. حلو التدخل ده، والدليل على كده ان الاذاعه مستمره وتستمر انها بتطور نفسها. يعني انت من حوالي 10 سنين ظهر البودكاست. البودكاست هو شكل اذاعي، واقروه يعني اتحاد الاذاعات الاوروبيه واتحاد الاذاعات العربيه اقروا كفورمات من الشكل، من اشكال البرامج الاذاعيه، لانه هو اوديو، يعني البودكاست معمول علشان يبقى وسيله اوديو. فانت مع التطور ده كله، مع كل التكنولوجي اللي موجوده، بقى عندك شكل من اشكال البرامج الاذاعيه، ان انت لما تخش على البودكاست ده يديك نوتيفيكيشنز على الموبايل بتاعك ان انت نزلت حلقه جديده، ان انا عملت النهارده حاجه تانية. فاحنا استحدثنا اشكال، يعني هي الاذاعه اول ما بدات خدت الاشكال البرمجيه منين؟ من الصحافه. يعني عملت الريبورتاج وعملت الفيتشر وعملت الحاجات المجله الاذاعيه، عملت الاشكال اللي كانت موجوده، ما كانش في ميديا غير هي الصحافه. فانت اخذت الاشكال من انت دلوقتي مع التطور اللي موجود، انت طورت نفسك وعملت بودكاست وعملت يعني التطور موجود، ده بيقول ان الاذاعه موجوده وهتظل وهي الوسيله الاقرب. وخلي بالك في ابلكيشن يعني عديد من التطبيقات موجوده وبتنتهي وما بتشتغلش تاني، الاذاعه يعني 100 سنه وانت لسه شغال. اكيد. طيب احنا دايما كده كنا واحنا صغيرين في كليات الاعلام بنسمع جملة إن وسائل الإعلامية تؤثر وتتأثر، يعني ما فيش حاجة بتشيل حاجة، زي حضرتك بتقول الراديو أخذ من الصحافة في الأول وما أثرش على وجود الصحافة، بالعكس منتشرة وما زالت ومكملة. الناس تخيلت إن التلفزيون هيخلي الراديو ما يبقاش تمام، السوشيال ميديا متخيلة إن التلفزيون والراديو والصحافة مش هيبقوا موجودين. الوسائل الإعلام بتعيد إنتاج نفسها، بتشوف هي بتعمل إيه علشان تقدر تفضل شغاله مع كل الناس وواصله مع كل الناس؟ هي لازم تعيد نتاج نفسها. هو انا لو ما اتطورتش هطلع بره المنظومه، يعني لو ما فيش حد طور نفسه وشاف الدنيا فيها ايه هيبقى بره المنظومه، يعني ده حتمي، يعني التطور هنا حتمي مش تطور رفاهيه. صحيح. واحنا بنتكلم بقى عن التطور، الاذاعه قلنا مع الاستاذ محمد دلوقتي ان هي مرت بمراحل عديده واتطورت واشكال البرامج فيها اتطورت، لكن مع الوقت بدأنا نشوف إذاعات موجهة للشباب، بقى في إذاعات الشباب بتحب تسمعها وفي نفس الوقت الشباب بتحرص على المشاركة في هذه المحطات، محطات إذاعية كتيرة بتستحوذ على اهتمام جمهور كبير من المستمعين، والأمر الملفت زي ما كنت بقول لحضراتكم هو إقبال الشباب على العمل فيها وارتباط الجمهور بيهم. معنا دلوقتي احد النماذج الشبابيه المتميزه جدا، وهي زميلتنا العزيزه هاجر جميل المذيعه ومدير البرامج في شعبي اف ام. يا هاجر صباح الفل. صباح الخير عليك يا شاذلي وعلى منا وعلى ضيفكم الكريم كمان، صباح الخير. يا اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. وانتم طيبين وكل الاذاعيين والاذاعيات يعني طيبين يا ان شاء رب. الله يا رب. طيب شعبي اف ام من الاذاعات اللي محققه نجاح كبير ما شاء الله وليها قاعده جماهيريه عريضه، لكن عايز اتكلم بما اننا بنتكلم دلوقتي عن اختيار الشباب الخريجي كليات الاعلام الى العمل في الاذاعه، فنتكلم عن تجربتك مع الراديو. والله هو التجربه يعني عدى عليها سنين كتيره، يعني وانت بتتكلم كده دلوقتي حاسه انه عدى سنين كتير قوي قدامي، يعني فكره انه الواحد اول ما كان الراديو بالنسبه له ده حلم كبير جدا وحاجه يعني عظيمه جدا وكلنا كنا بنحلم بيها، لانه بالنسبه لي انا يعني بشوف ان الراديو هو اساس كل وسائل الاعلام، يعني هو الحاجه الاساسيه انه الواحد يقدر ان هو من خلالها ينطلق في كل حاجه.
ده فعلا اللي كنت حاساه، وده كل اللي كنت يعني شايفاه قدامي، فكرة انه الواحد ازاي يبقى قادر ينطلق من خلال الاعلام ووسائله عن طريق الاذاعة، لانه بشوف ان هي المدخل وهي الاساس في فكرة انه ازاي تدخل لقلوب كل الناس، وتدخل لفكرة ان انت تبقى بتنطلق، وان انت تبقى بتتواجد، وان انت يبقى ليك يعني جمهور. بشوف ده من خلال الاذاعة. اكيد هاجر، انت بقى خليني اكلمك مش كهاجر المذيعة، خليني اكلمك كمدير البرامج. انت مدير البرامج في شعبي اف ام، وانت بتختاري افكار البرامج، وانت بتحطي خريطتك، وانت قاعدة بتشوفي المدد وايه اللي هيتكلم الناس فيه، بتبقي حاطة ايه في بالك علشان تبقي عارفة بتكلمي مين وبتوصلي له ايه؟ بصي، يعني دايما احنا بنشتغل بطريقه ان احنا كلنا حد واحد وكلنا هدفنا واحد، يعني مش بشتغل يعني بمنظور او منطلق انه انا بشتغل كحد فردي او ان انا باخد قرارات بشكل فردي، لا احنا بنشتغل كلنا مع بعض. يعني دايما حتى بقول لهم دي زي بيتنا، يعني المحطة زي بيتنا، فبالتالي هي بيتنا، ما هو المكان اللي احنا بنقعد فيه اصلا اكتر الوقت كلنا عارفين. بالظبط، عشان كده يعني بيبقى الواحد دايما حريص انه لا، كل الناس هتشترك في ازاي هنختار شكل المحطة، البرامج، الافكار. يعني احنا داخلين على رمضان، فاحنا برضو يعني، وطبعا كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين، يعني بالتالي الافكار ما هياش افكار هاجر لوحدها، لا، هي افكار بكل تاكيد المذيعين كلهم. حتى لو يعني كل واحد هيبقى عنده برنامج في المحطه، بس هو مع برنامجه اللي في المحطه هو برضو، هو المحطه دي بيته، فبالتالي هو بكل تاكيد بيبني فيها اوضه، بيبني فيها حاجه معينه، فهو كل حد هيبقى ليه حاجه، فبالتالي التفكير دايما بيكون تفكير جماعي وتفكير صحيح. مشترك. يعني انا عايز اقول لك انه من ضمن البرامج على المستوى الشخصي اللي بحبها في شعبي اف ام برنامج الاستاذ محمد شبانه، برنامج الرياضه من الاخر، من الساعه 10 صباحا ل 11 بيقدم برنامج رياضي بشكل مختلف، تحليل رياضي في طابع كوميدي، في خفه دم، في بصمه مختلفه، في معلومه، في اتصال وفي ايقاع سريع وكبسوله طبعا، وفي اتصالات، وفي خلفيه للموضوع، فبصراحه من البرامج المهمه جدا. طيب انت كهاجر ايه ابرز الحلقات مثلا او اللقاءات اللي عملتيها من خلال وجودك في الراديو في شعبي اف ام؟ يعني طبعا انا بوجه التحيه لكابتن شبانه طبعا ولكل المذيعين، لانه احنا يعني من كابتن شبانه لمذيعين كتيره جدا موجودين وفي اجيال مختلفه دلوقتي بقت موجوده. انت بتسالني سؤال صعب جدا. اكيد اكيد فاكره حلقه او حوار مثلا عملتيه وكان فارق في حياتك. حواري مع الفنانه الكبيره لبنى عبد العزيز، لانه هي ما كانتش بتطلع، ويعني ما كانتش بتتواجد مع حد يعني، واللقاءات دي بتكون ارشيف كمان، فبيكون في مسؤوليه كبيره جدا على المذيع طبعا. فانا فكره ان انا ابقى يعني بعمل لقاء مع فنانه بحجم لبنى عبد العزيز، يعني ده كان بالنسبه لي لا، حاجه عظيمه جدا، وحاجه انا كنت فخوره بيها. على مستوى بقى حاجات تانيه كتير، يعني بما ان انت بتشتغل برضو وبتعمل توك شو، فالواحد كان بالنسبه له يعني عمل لقاءات كتيره جدا وتغطيات كتيره، بس يعني فكره انه لبنى عبد العزيز يعني دي بالنسبه لي كانت حاجه عظيمه، يعني انه ابقى بحاورها، وازاي ان هي بخفه دمها، وازاي ان هي تبقى بروحها الحلوه دي تبقى متواجده، لا كانت حاجه بالنسبه لي يعني مختلفه، وحاجه انا كنت فرحانه بيها قوي. مرة تانية هاجر كل سنة وانت طيبة، وكل زمايلك في شعبي اف ام وفي الإذاعة المصرية كلهم طيبين وبألف خير. شكرا جزيلا هاجر جميل، المذيعة ومدير البرامج في شعبي اف ام. خلينا نرجع تاني نكمل كلامنا ونتكلم عن ان ازاي الراديو بقى موجود معانا طول الوقت زي ما هو موجود زمان، من خلال مثلا الموبايل، الابلكيشنز اللي موجودة على الموبايل، الراديو اللي موجود على الموبايل، هو موجود في كل حتة ومش بيكلف حد حاجة. يعني هو نرجعش نقول ان هو مثلا مكلف ومحتاج شاشه كبيره نشوفها ببيكسلز معينه، اي راديو قديم جديد هو شغال وبيسمعنا الصوت بنفس الجوده وقادرين نعمله. ده مخليني مكمل معانا، وده مخلينا بنتحرك برضو بالراديو. ايوه طبعا،
هو الدنيا سهله قوي في الراديو، يعني انا بجيب المحطه اللي انا بحتاجها او اللي انا بسمعها او اللي بتلبي لي رغباتي. انا بحب الرياضه فبسمع رياضه، والمستمع متنوع. يعني انا بروح للشباب والرياضه علشان اسمع ماتش، او بروح لمحطه رياضيه علشان اسمع فيها كوره لما يبقى حاجه مهمه وانا مسافر وفي الطريق، فلازم اعمل كده. ماشي بالليل وعايز اسمع حاجه في محطه ما فبجيبها. ودلوقتي بقى يعني الراديو استفاد من وسائل التواصل الاجتماعي في ايه؟ البرزنتيشن المحطات بتعمله لنفسها ده، انا طب انا عايز اسمع هنا مين هيقول ايه الساعه كام فهسمعه. والايقاع اللي حضرتك بتتكلمي عليه اختلف. انا حتى المسلسلات والدراما ما بقتش السيريال، يعني كان زمان يقول خمسة وربع المسلسل الرئيسي في اذاعه البرنامج العام اللي هي الاذاعه الرئيسيه بسمع عليها المسلسل الرئيسي اللي هو خمسة وربع كل الناس بتسمعه. فالحلقه لازم تيجي سيريال انا بكمل. دلوقتي بقت الحلقات المنفصله، انا مش هسمع النهارده هسمع بكره. الابلكيشنز بقى لما نزلت خلاص بقت الدنيا سهله، بقت كل المحطه موجوده، فانا لو عايز اسمع برنامجك انا هسمعه في الوقت اللي انا عايزه اللي انا محتاج اسمع فيه. طيب قياس نبض الشارع او نبض المستمعين، يعني زي ما حضرتك بتقول انه الراديو فيه برامج متنوعه بتخاطب كل فئات المجتمع، لكن في نفس الوقت ذوق المستمع بيختلف وبيتطور مع الوقت. يعني اكيد اللي كان بيسمع الراديو في الستينات والسبعينات غير. فده بيخلي اكيد في مسؤوليه كبيره جدا على القائمين على المحطات الاذاعيه في ان المحتوى يكون متنوع ومتطور هو كمان عشان يناسب ذوق الجمهور. يناسب ذوق الجمهور بس مش كل جمهور. يعني انا بترجتش، يعني البرنامج الثقافي ما يقدرش يزيح حاجه مش باللغه العربيه مثلا. تمام. اللي بيتذاع في شعبي اف ام ما ينفعش يتذاع، لكن هل ممكن يبسط لغته شويه او يكون رتمه اسرع شويه؟ الريتم اوكي. اللغه اوكي. التواصل مع الناس، اصل كل برنامج له جمهور مستهدف. مفهوم. انا بتارجت مين علشان اوصل له الرساله وبذيعه امتى وبحطه ازاي؟ كل دي عوامل لازم بتتاخد في الحسبان وانا بعمل البرنامج وانا بنزل خريطه البرامج. واحنا عندنا الاذاعه المصريه بتنافس اذاعات عالميه يعني بس هو احنا ما فيش دعايه كتير، يعني احنا ما بنعملش دعايه لنفسنا. واعتقد مش محتاجين، يعني برغم انه ما فيش دعايه زي ما حضرتك بتتكلم، الا ان كل الاذاعات المصريه قويه والشبكات موجوده والناس عارفه جمهورها وكل واحد رايح للي عايز يسمعه. تمام. انا الكلام ده بالنسبه للجمهور وقياس الراي العام او قياس الجمهور المستمعين. طب انت بره ممثله، يعني اتحاد الاذاعات الاوروبيه عارف اذاعه مصر فيها ايه؟ طب. اتحاد الاذاعات العربيه عارف انت بتعملي ايه وبتعملي حسابك، وده بيبان الانديكيتور بتاعه ايه في مسابقات. انت لما بتخشي مسابقه، احنا بناخد مسابقات عالميه بقالنا 10 15 سنه، ايطاليا فرنسا، بتاخدي مسابقه الاذاعه المصريه بتاخد الجوائز. اخر جايزه حضرتك واخدها 2000 يمكن و18 او 2019 كانت، انا واخد جايزه من فرنسا 2018 ومن ايطاليا 2016. وفي برنامج بمناسبه اول حاجه خدها من فرنسا كانت 2014 كانت احد الاذاعات الاوروبيه. البرنامج ده كان برنامج وثائقي عن الاثر النفسي للحروب على الطفل. البرنامج ده بعد ما اتعمل واتذاع لقيتهم بعتين لي ان هو اترجم واتذاع في كل محطات الاذاعات الاوروبيه بمناسبه مرور 100 سنه على الحرب العالميه الاولى. احنا محتاجين نعيد تاني البرنامج، نعيد اذاعته خلال الفتره الحاليه عشان اللي بيحصل في فلسطين. تمام. كان ايام اللي بيحصل في سوريا وبيحصل في فلسطين وحاجه كده، والترجم لكل لغات العالم برنامج مصري بتاعك انت اللي عاملاه. كل التوفيق لحضرتك، شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب، وجميع العاملين مش المذيعين فقط طبعا، جميع العاملين في شبكه البرنامج العام وفي الاذاعه المصريه طيبين وبالف خير. الاستاذ محمد لطفي الاذاعي الكبير ورئيس شبكه البرنامج العام، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقات. النهارده العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للاذاعه، واللي حقيقي مفيش حد فينا مش هنلاقيه عنده برنامج مفضل او مرتبط بمحطه اذاعيه، ابتهال، اغنيه في الراديو، حاجات كده بنسمعها بنرجع معاها لذكريات كتير.
اعتقد ان القصه ما بقتش بس ذكريات، احنا بنعمل ذكريات جديده، مش بس الفكره كلها قائمه على ان احنا بنرجع لورا وبس. دلوقتي في احنا شايفين اقبال كبير جدا من الشباب ومن الصغار على انهم يسمعوا اذاعه، خصوصا طبعا مع المحطات الناجحه زي راديو 90 واللي انطلقت مع بدايه السنة دي بقى بخريطة برامجية كبيرة ومحتوى متميز وروح شبابية مختلفة تماما. بكل تأكيد، وانت بتتكلمي كمان عن الراديو 90 منذ انطلاقه، يعني خلينا نقول كده ان هو ايه، محطة إذاعية ولدت كبيرة. يعني هي بدأت هذه المحطة الإذاعية بالمناسبة في أواخر 2012، انطلقت فيها محتوى متنوع من البداية، فيها قطاع أخبار مصغر كده معاك على رأس كل ساعة بمواجيز ببرامج جديدة، والبرامج بتتطور بالمناسبة سنة بعد سنة، والنتيجة ان احنا شايفين جمهور عريض جدا بيتابع هذه الإذاعة طبعا من خلال العربيات، زي ما احنا قلنا ما كنا بنتكلم في البداية ان احنا واحنا قاعدين في العربية على طول مشغلين الراديو، وفي نفس الوقت كمان على السوشيال ميديا. عن اليوم العالمي للإذاعة خلونا نتكلم مع الإعلامي والصديق والزميل العزيز الاستاذ عبد الفتاح مصطفى، رئيس تنفيذي لراديو 90 اللي منورنا. يا استاذ عبد الفتاح صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا محمد، عامل ايه؟ اهلا بيكم، منورنا، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وانت طيبين، خلينا يوم سعيد علينا جميعا طبعا، يوم العالمي طبعا يا رب. يعني يا رب طبعا. خلينا طبعا قبل ما نتكلم بقى عن مشوارك الاذاعي والجديد في راديو 90 اللي بيقدمه كل سنه، سنه عن سنه طبعا في تطور مستمر، خليه يجاوب. سؤال حلقتنا على طول، سؤال حلقتنا بيقول ايه اشهر برنامج اذاعي انت كنت مرتبط بيه زمان وما زلت متذكره، وايه الذكرى اللي معاه؟ لا يعني احنا نقدر نقول ان الاذاعه المصريه منذ انطلاقها في 31 مايو سنه 1934 وانطلقت باربع محطات اذاعيه، نقدر نقول ان الاذاعه المصريه كان في برامج يعني طلعت اجيال، يعني نقدر نقول هي طلعت اجيال. يعني افتكر كلمتين وبس، استاذ فؤاد المهندس الى ربات البيوت، طبعا استاذ صفية المهندس، في كمان لغتنا الجميله الاستاذ فاروق شوشه، في كمان في من تاني كمان، يعني في يعني غير كمان يعني الاستاذ كمان صالح مهران رحمه الله عليه، الاستاذ ماهر مصطفى رحمه الله عليهم، يعني طلعت اجيال كتيره. البرامج مختلفه زمان عن دلوقتي، يعني طبعا انا كل البرامج دي انا سمعتها، حتى انا كمان من النوع كمان اللي بحب اسمع كمان اذاعات كمان عربيه كتير، انا لازم اكون مواكب موضوع الاذاعات وموضوع كمان البرامج هناك والمواضيع. البرامج اختلفت زمان عن دلوقتي. بمعنى ايه؟ زمان كان البرنامج 10 دقائق، ربع ساعه، ثلث ساعه، دلوقتي هتلاقي البرنامج مدته ساعه او مدته ساعتين او فيتشر. اختلف عن زمان. البرنامج زمان كان بيقعد بال 30 سنه، دلوقتي اكبر برنامج هيقعد قد ايه؟ 10 سنين، 11 سنه، من لسه قوته وجماله. لسه بنحسب بالسنه مش بالسيزون؟ لا لا لا، انا بقول لك في برامج دلوقتي مثلا بتقعد 10 سنين، ده كبرها قوي يعني. لكن بعد ما مرور ال 10 سنين ده لازم المذيع يطور من نفسه، لازم يذاكر، لازم تغيروا البرودكشن بتاعه، مزجت حتى التتر اللي هو البرومو بتاعه لازم يتغير، لازم يختلف. زمان احنا كنا بنقعد نذاكر على الـ 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 يعني مثلا لما كنت اسمع الاذاعه واقعد اسمع البرامج ديت فممكن اذاكر عليها، دلوقتي مثلا اخوك، ابنك، بنتك، اي حد استحاله هيقعد يسمع البرامج ديت ويقعد يذاكر، عايز يسمع حاجه سريعه، لينك سريع، يسمع معلومه، يطلع باغنيه وهو بيذاكر. احنا كنا زمان كنا بنقعد نذاكر، لكن انا دلوقتي مثلا اللي سايق العربيه دلوقتي، اللي سايق العربيه دلوقتي هو لازم بيجي بيختار مثلا برنامج معين، عايز يسمع معلومه، عايز يسمع خبر سريع، فيتشر سريع، يسمع اغنيه حلوه، لان المستمع لما سايق العربيه هو ده اختياره، لما بيجي يختار الاذاعه ده اختياره. صحيح. يعني في ناس دلوقتي مثلا انتم عامله بلاي ليست مثلا وانتم حاطاها في قلب العربيه وبتسمعها، لكن لما يجي يجيب الاذاعه ده اختياره، فانا لازم احافظ على اختياره ده. اكيد. طيب زي ما بنقول كده احنا في برامج كنا بنسمعها وبنحبها، عملت ده ازاي بقى عندك في الاذاعه؟ بان انت مش هنقول بتعيد انتاجها او بتعيد تقديمها او كده، لكن الروح بتاع الحاجات المفضله عندك عملتها بالاذاعه، وفي نفس الوقت الخدمه الاخباريه اللي على راس الساعه دي كانت حاجه متميزه جدا، مهمه جدا، فارقه قوي مع مستمع الراديو وهو في العربيه بسمع مزيكا وبتابع رياضه وفي الاخر بسمع الاخبار، يعني ابديت طول الوقت. لا يعني هو الخدمه الاخباريه احنا طبعا الحمد لله بنقدمها على راس الساعه، وحتى كمان اي خبر عاجل احنا لازم نقدمه، غير كمان اللي احنا كمان عندنا كمان بعض البرامج اخباريه
يعني عندنا المانيفيستو للاستاذ احمد الطهري، عندنا رساله وطن للاستاذ احمد الخطيب، عندنا الدكتوره نائله عماره ماذا والماذا، عندنا اخر في برنامج توك شو اسمه اخر اليوم، ده بيقدمه كل مذيعين الاخبار، بيتكلم عن ملخص ما دار في اليوم. عندنا كمان حتى كمان في البرامج، حتى كمان المورنينج او درايف، هتلاقي فيهم الخدمه الاخباريه، مثلا لو في خبر مثلا عاجل مثلا المذيع برضو اللي على الهواء برضو بيقوله. لكن هي زمان هو برضو البرامج كمان الترفيهيه، احنا الاذاعه اساسا هي يعني نقدر نقول اللي هي في خلال العشرين سنه الاخيره بس هو تم تطوير الاذاعه، يعني هي التطوير بتاع الاذاعه بدا من عشرين سنه بس، ما بداش من قبل كده، ما بداش في التسعينات، ده بدا من الالفينات تطوير الاذاعه. فالإذاعة إحنا إذاعتنا كمان انترتينمنت، يعني هي إذاعة ترفيهية، فإحنا خفيفة. خفيفة. فالمذيع إحنا لما جينا عملنا الخريطة لسؤال حضرتك بقى بالنسبة للخريطة، لما جينا عملنا الخريطة الجديدة إحنا طلعنا أكبر خريطة نقدر نقول على مستوى الإذاعات في مصر كلها، أكتر من 38 برنامج. يعني 38 برنامج إحنا الجريد بتاعتنا بقى فيها يعني كل نقدر نقول البرامج المختلفة كلها، طلعين برامج جديدة زي مثلا AI بالعربي دوت عن الذكاء الاصطناعي، ده مش موجود في أي إذاعة. إيجيبتولوجي حاجة عن علم المصريات تقدمه زميلتنا بسنت بكر. في كمان مزيكة الأندر جراوند، إحنا لقينا فيه شباب مهتمية بمزيكة الأندر جراوند، يعني احنا بنسمع طبعا عمرو دياب، نسمع انغام، امل ماء، يعني احنا مهتمين، احنا شباب اللي هو احنا برضه يعني وهو عشان المحطه طلعنا مزيكا برنامج مختص باندر جراوند، عشان المحطه تقريبا كل المذيعين اللي فيها اللي بيقدموا هذا المحتوى الانترتينمنت كلهم شباب، ففاهمين كويس قوي الشباب عايز ايه. تمام. فمحتوى المحطه لما نيجي نتكلم، طبعا المحطه عندها 12 سنه، عمرها 12 سنه وبتنافس محطات كبيره، طبعا المنافسه مطلوبه بين المحطات الاذاعيه المصريه، فده اعتقد جزء مهم ان يكون في تطوير مستمر من جانب المحطه للمحتوى اللي بتقدمه عشان يواكب الجمهور. دي حقيقه. احنا اهم حاجه عندنا كل سنه بنعمل حاجه اسمها روتيشن. هو ايه فكره الروتيشن؟ ليه المذيع بيتغير؟ يعني مثلا تلاقيه الصبح، تلاقيه بعد الظهر، تلاقيه بعد الظهر مثلا فادي ابراهيم، تلاقيه بعد شويه فادي ابراهيم مثلا، تلاقيه بالليل، يعني بيختلف. يعني هو اصلا فكره الروتيشن او التدوير ديت عشان للمستمع وللمذيع. المذيع عشان يذاكر ويطور من نفسه، برنامج تاني طبعا، وعشان يجيب نسبة استماع من مستمعين آخرين بتوعه بتوع الصبح، يعني اللي كانوا بيسمعوا الصبح. مثلا الشاذ اللي مثلا بيسمعني، مثلا الاستاذ محمد مثلا بيسمعني الصبح، مثلا انا جيت بعد الظهر، فممكن الاستاذه منى بتسمع من النوع اللي هي بتفتح الراديو بعد الظهر فتقوم سمعاني انا. واحد جديد بالنسبه لها، مذيع جديد. حلو كده. فعشان المستمع كمان ما يملش من المذيع، ولا المذيع يمل من البرنامج اللي بيقدمه، وانا من متابعين شاذ لي فهروح وراه في ميعاده علشان مجازا هو ده اساسا فكره الروتيشن. يعني هو ده اساسا ليه بنعمل روتيشن دايما في المذيعين وفي البرامج، يعني لان في النهايه هو مش ملكي، يعني اللي انا اقعد مثلا اقدم مثلا البرنامج دوت مثلا في الفتره ديت او في التايم دوت على طول، ما انا لازم اجيب مستمع جديد ولازم اذاكر ولازم اطور من نفسي. بس ده تطوير يعني. احنا كنا متعودين ان مواعيد البرامج بمذيعين البرامج ثابته ما بتتغيرش. لا. احنا بنروح ونيجي على المحطه بنغير واهتماماتنا بتتغير. هو ده التطوير اللي احنا بنتكلم فيه، وغير كده وكده كسر القوالب. دلوقتي ما فيش حاجه اسمها كمان يعني برايم تايم والحاجات، يعني هو الناس كلها متعوده طبعا المورنينج والدرايف، يعني الناس رايحه الشغل، الناس راجعه من الشغل. دلوقتي خلاص بقت العربيه، يعني انت دلوقتي بتنزل دلوقتي الدنيا زحمه لغايه الساعه 10 و11 بالليل. فاحنا لما جينا خدنا حتى موضوع الدرايف، احنا ابتدينا حتى من الساعه 3 مش من الساعه 4 زي كل الاذاعات. فرحنا قلنا إيه؟ نبدا نكلم الناس، الناس بترجع من شغلها، عندك ناس بترجع الساعه 3 و4 و5 و6 و7 و8. خدنا من 3 ل 9 قلنا ناخد دي التايم دوت نعمله درايف. كان الاول بيتعمل من 4 ل 6، بيتعمل مثلا من 5 ل 7. سبقت شويه. احنا سبقنا شويه. طيب لما نيجي نتكلم عن الاخبار في المحطه، ومن الاخبار المميزه، وانت عارف ان انا بحب العمل الاخباري جدا، يعني طبعا المواجيز على راس كل ساعه بالنسبه للنشرات، طريقه الصياغه نفسها مختلفه في الراديو 90 90 عن باقي الاذاعات. ده حقيقه. احنا بنبدا بالجمله الاسميه وليس الجمله الفعليه. اي خبر عقد ده اللي احنا اتعلمناه. لكن احنا على طول مثلا بنبدا مثلا الاستاذ محمد الشاذلي، يعني السيد محمد الشاذلي كذا كذا كذا. احنا بنبدا بالجمله الاسميه زي الموجز في الدقيقه الاولى. احنا الدقيقه الاولى بتاعتنا احنا كده مدتها زي العناوين، زي العناوين، حاجه سهله بنديها للمسمع، بنديله زي الخلاصه بتاعه الخبر، مش هقعد اشرح في الخبر كتير.
ده غير كمان اللي احنا كمان طبعا مع البد والانترو بتاعنا والمذيع بتاعنا بقى بيقولها بطريقه 90 90 وليس باي طريقه ثانيه. احنا لينا طريقه كده في 90 90 في رايه الخبر. تلاقيه حتى لو انضم لينا واحد جديد بيخش جوه المجموعه او بيتعلم الطريقه دي اللي هو الخبر يتقال بالطريقه السريعه اللي هي توصل للمستمع. التحرير بتاعه بيتكتب برضو سطرين ثلاثه ما بيزيدش الخبر عن يعني اكبر خبر اربع اسطر. وتلاقي مثلا سريع. بقى ايه الايديال اوديت 7 8 اخبار لو ما جابش 30 ثانيه الخبر ما ياخدش 30 ثانيه فهي مختلفه عن اي اذاعه. اي اذاعه هي بتبدا بالجمله الفعليه، احنا بنبدا بالجمله الاسميه. لو حاضرين وقت التغطيات باستمرار وده طبعا بنغطي وبنواكب كمان كل الاحداث الجاريه والتغطيات كلها المهمه طبعا. احنا لازم طبعا بنبقى بنغطيها طبعا، التحالف الوطني كل حاجه بنغطيها ونختم نصف. اليوم باخر النهار اسمه اخر النهار البرنامج اللي في اخر اليوم. اخر اليوم. الميزه اللي فيه ان انا بجيب بقى الملخص يعني انا ما تابعتش طول النهار مثلا في راديو 90 90 ما شفتش ايه اللي حصل، كنت في الشغل كنت مشغول او باجي بالليل مثلا بتفرج عليه، ده ملخص الحدوته اللي حصل طول اليوم. دي حقيقه. ثم انت ايه عارف ايه اللي بيدور طول اليوم كله من احداث نشاط الرئاسه، نشاط مجلس الوزراء، نشاط الوزراء، الكوره، الرياضه، اي يعني بص كل الاخبار اللي دارت طول اليوم تلاقيها دايما في برنامج اخر اليوم. ده يعتبر زي توك شو كده خبري. وعندنا النشرات المتخصصه ودي حاجه جديده. ونشرات طبعا متخصصه، بقول لحضرتك احنا بنبدا بالجمله الاسميه. ما انا فهمت سؤال زميلنا طبعا الاستاذ محمد، هو بيقول لك يعني انتوا عندكم متميزين في حاجه، فهو انا قلت له احنا متميزين ان احنا بنبدا بالجمله الاسميه وليس الجمله الفعليه. اكنها زي مواجيز. فتلاقي الخبر عندنا سريع لوحده. طيب مجهزين ايه رمضان؟ لازم مجهزين خلاص. خلاص مفيش وقت اصلا يعني، لازم خلاص الخريطه البرمجيه بتاعه رمضان تكون اتجهزت ومستعدين. ده 20 يوم احنا خلصناها من اول اسبوع من يناير كمان. الحمد لله. طيب قول لنا مجهزين ايه بقى؟ يعني احنا الحمد لله يعني معانا طبعا الاستاذ سعد يونس عظيم في رمضان ان شاء الله بتقدم حاجه اسمها ميعاد مع اسعاد، هو زي سكتش درامي كده وهي بتعلق عليه. الأول مرة برضو ده خبر حصري عندك برضو يا شاذلي. يلا بينا. عندنا الـ أول مرة كمان في الإذاعات الفنان أحمد العوضي. عظيم. هيقدم مسلسل هو الأستاذة مي كساب. ومعانا كمان مسلسل تاني كمان زميلنا محمد نشأت والفنانة ويزو. أوكي. عندنا ثلاث أعمال درامية السنة دي يعني دي نشأت فنان محترم غير كمان بنعمل فزورة حلوة قوي يعني مرجع تاني عصر الفوازير. كويس قوي ده. عصر الفوازير ديت لاني لقينا الاذاعات يعني بقى بتاع يعني اخر حاجه احنا كنا عاملينها مثلا للفنان الكبير سمير غانم رحمه الله عليه فطوطه. فرجعنا تاني عصر الفوازير كده نعمل فزوره جديده اسمها اعرف مين، هتقدمها زميلتنا فاطمه مصطفى. وايه اللي هيكمل معانا من الخريطه اللي فاتت؟ اللي مكمل معانا بقى من الخريطه اللي فاتت في كلم ربنا استاذ احمد الخطيب، في مكسرات لميس الدكتوره لميس جابر، في كمان حل ودنك اللي انا بقدمه الحمد لله يعني طبعا عندكم طبعا متابعين. متابعين طبعا المتابعين يا فندم المنشد الكبير بتاعنا طبعا محمد الشاذلي. عندنا كمان من السنه اللي فاتت غير كمان احنا مطلعين برامج جديده يعني احنا مطلعين برامج جديده في رمضان يعني ان شاء الله باذن الله. في رمضان كريم وزياده الدكتور محمد رفعت برضو بيقدمه ده مكمل معانا. لكن في برامج جديده مثلا بشاشه المصطفى للشيخ أسامة الأزهري عليه الصلاة والسلام. في مع آيات الله برامج دينية زميلتنا مي ومها، مي إيهاب ومها مصطفى. في كمان عندما يحكي شهريار زميلنا رامي الحلواني. عارفين انتوا ايه شهرزاد هي اللي دايما كانت بتحكي. انا بحب اسمع رامي. لا هنعمل دلوقتي شهرزاد هو اللي بيحكي. مذيع في برنامج صباحي المنافس بس انا بحب اسمعه جدا في الراديو على فكره. لا عندنا شويه برامج جديده ومختلفه عن السنه اللي فاتت واللي قبلها كمان يعني يعني مختلفة خالص. بنشوف ردود فعل الناس على الإذاعة على السوشيال ميديا؟ طبعا بنتابعه. طبعا في الحسبان طبعا عشان لو في حد مثلا لقينا في قطاع عريض مثلا بيسأل عن برنامج معين مثلا أو لا نتكلم عن السوشيال. أنت عايز تتكلم عن السوشيال ميديا. نتكلم عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الحمد لله 90 90 من أقوى السوشيال ميديا في مصر الحمد لله يا رب، أو من أكبر كمان الوسائل الإعلامية في الراديوهات كسوشيال ميديا. إحنا محققين واخدين الدرع الفضي بالنسبة للقناة اليوتيوب وهناخد الدرع الذهبي كلها شهر أو شهرين عشان تبقى عارف بس. مبروك مقدمة. الله يبارك فيك.
السوشيال ميديا احنا تعتبر يعني هو جزء كبير جدا او يعني حاجه بنهتم بيها الديجيتال عموما، يعني مش السوشيال ميديا، الديجيتال عموما، لان الديجيتال دلوقتي احنا بنواكب العصر يعني. يعني صحيح. احنا قدمنا برامج، حتى من اوائل الناس اللي قدمت برامج على الديجيتال، الكلام ده كان في شهر فبراير اللي فات، برامج مختلفه للمذيعين غير برامج الهواء. وطبعا احنا عملناها ديت على اساس ان احنا يعني انت معروف جدا مذيع التلفزيون ما هو بيتشاف في التلفزيون، حتى لو عمل برنامج ديجيتال، حتى احنا قلنا احنا مختلفين، مذيع الاذاعه مش معروف. فمذيع الاذاعه لو عمل برنامج ديجيتال الناس يعني هيجيب فيوز، يعني انت فهمت قصدي، هيجيب مشاهدات. فبنتابع طبعا على السوشيال ميديا طبعا كل الملاحظات وتعليقات طبعا المستمعين كلهم، وبنحاول كمان نلبي كمان رغباتهم كمان، غير كمان اللي احنا كمان يعني هم بتبقى 90% من رغباتهم اللي هي مثلا ايه، عايز يسمع اغنيه جديده برضو يعني من اغاني جديده. احنا عندنا نعتبر يعني اكبر مكتبه موسيقيه في مصر، على الرغم ان الاغاني موجوده على اليوتيوب، اي حد دلوقتي ممكن يدخل على جوجل او على اليوتيوب ويجيب الاغنيه اللي هو عايز يسمعها لانه بيطلبها من الاذاعه. وده بقى اللي بيختلف بقى ما بين اذاعه الانترنت واذاعه الاف ام. يعني مثلا لو حبيت اكلمك عنها، انت اذاعه الانترنت مثلا انت يعني يعني اذاعه الانترنت الكبيره مثلا 500 فرد مثلا بيسمعها، 1000 فرد دي اذاعه الانترنت. فمثلا هو ماشي في قلب العربيه مثلا في كاتب بلاي ليست بيبعتها في اذاعه الانترنت ويقوم مشغله بلاي ليست. لكن احنا عندنا الاذاعه هو بيسمع ما هو جديد الحصري، بيحب يسمع مثلا محمد شاذ مثلا في برنامج كذا والنهارده بيتكلم عن قضيه كذا او موضوع كذا، فورمات برنامجه كذا، فهيشغل اغنيه كذا، فيا ريت تشغل لي اغنيه كذا. المستمع نفسه مثلا رايح مناسبه، يخطب مثلا، رايح مثلا اي مناسبه، عايز يسمع مع خطيبته، مع والدته، دبة الخطوبة، ايه دبة الخطوبة مثلا. بس ف ف ف دي 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 بتخلي المستمع، وانا قلتها لك في بدايه اللقاء معاك، قلت لك المستمع حتى وهو في قلب العربيه هو لما بيجيب الراديو هو اختياره وليس يعني هو عايز يسمع الراديو. انت عارف ان كويس يعني في احصائيه طلعت من الامم المتحده قال لك ان الراديو نسبه استماعه 85% حول العالم، يعني ما زال لغايه دلوقتي محتفظ بمكانته. فالراديو يعتبر، وكمان الراديو من اهم كمان الوسائل الاعلاميه لانه سهل وقليل في التكلفه، يعني زي ارخص وسيله تقدر توصل لك المعلومه، وبيواكب كمان التكنولوجيا كمان. يعني انت مثلا ايه عن طريق مثلا حتى كمان دلوقتي انت ممكن تشوفي دلوقتي المذيع والضيف بتاعه جوه الاستوديو عن طريق الابلكيشن. فبتتابعي البرنامج بتاعه وبتشوفيه، غير كمان ان هو كمان بيبني عند المستمع كمان حاسه التخيل، والمذيع ده بيتكلم ازاي، ما هو سايق في العربيه مش فاتح ابلكيشن بيسمع المذيع ده بيتكلم ازاي والضيف بتاعه دوت بيقولوا ايه، طب في الفاصل دوت والاغنيه شغاله هم، هل هم بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا في موضوع تاني مختلف او 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 بيجهزوا يعني. والله اللي جاي بعدها بتقول ايه؟ بيجهزوا اللي جاي بعدها او بيجهزوا اللي بعدها. الذكاء الاصطناعي دخل لعالم الاذاعه. طبعا ما انا بقول لك احنا عاملين برنامج اي اي بالعربي بتقدمه زميلتنا رغده شيمي، طلعنا بيه اول يناير في الخريطه الجديده، لقينا الموضوع طبعا الذكاء الاصطناعي ده حاجه مهمه جدا. وانا زي ما قلت لحضرتك ان الاذاعه دايما بتواكب التكنولوجيا، هي اساسا بتدخل في التكنولوجيا، هي يعني لما تلاقي اي حاجه جديده التكنولوجيا مطلعها تلاقي الاذاعه فيها. يعني لما جم طلعوا موضوع الابلكيشن دوت، الاذاعه هتقول عملت نفسها ابلكيشن تقدر تشوفي صوت وصوره اكنك قاعده جوه في قلب الاستوديو. فطبعا موضوع الذكاء الاصطناعي دوت ده مستقبل، المستقبل القادم دلوقتي. فقلنا بقى نقدم البرنامج دوت ويعني نشرح يعني ايه ذكاء اصطناعي بالعربي، بتكلم جمهور جديد كمان، بتاخد جمهور صغيرين حتى مش بس جديد. الشباب بتجتذب جمهور جديد الاقدر على استخدام الابلكيشنز ده اكيد. ده غير كمان موضوع كمان الذكاء الاصطناعي، انت عارف كمان ان الجامعات حتى في مصر، حتى الجامعات الاهليه اللي هي الحكومه عملتها الجديده، عملوا فيها اقسام كتيره جدا للذكاء الاصطناعي عشان الطلبه تقدر تخش القسم دوت وليهم مستقبل كبير جدا. يعني انت عندك كام قريه ذكيه في مصر؟ كل الناس فاكره في القريه الذكيه بس اللي في اكتوبر، لا ده في بتاع 3 4 قرى في مصر كلها شغاله بالذكاء الاصطناعي دلوقتي، يعني فليها مستقبل كبير جدا في مصر. طيب احنا مبسوطين انك موجود معانا، والنهارده كان عيد اذاعه مميز بوجودك، نورتنا وشرفتنا. كل سنه وانت طيب، كل سنه واحنا كلنا طيبين طيب.
وكل زمايلنا في 90 90 واصحابنا كمان طيبين، الاعلامي مصطفى، الاعلامي عبد الفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو 90 90. احنا انبسطنا بوجودك معنا النهارده، واحنا كمان برضه، وانا كمان برضه كنت مبسوط معاك برضه، بما انك كنت مبسوط معاك يا محمد، اخواتنا يعني واصدقائنا من زمان يعني، تشرفنا بالدين المعروف يا رب. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.